اليوم يعني الواحد لازم دائما يكون بتفاؤل وبخير. إذن مثل ما قلنا الحديث اليوم سيكون حول نتائج شهادة البكالوريا منذ إعلان وزيرة التربية نوريا بن غبريت عن نسبة النجاح الرسمية أمس في تغريدة عبر تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي ملتهبة، وأيضا قلوب الممتحنين وعائلاتهم لهذه الدرجة أصبحت امتحانات أو امتحان شهادة البكالوريا مصيري، أو ربما أيضا كيف تعيش العائلات، ما هي نظرة نقابات التربية وقراءاتها لهذه النسب وأيضا ما شهدته بكالوريا 2018، هي كل أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنها في هذا البلاطو المفتوح لغاية 11 صباحا. ربما قبل أن أرحب بضيفي الكريمين، مدام أنه العائلات راهي تعيش على أعصابها، ندخل إلى بيت إحدى المترشحات لشهادة البكالوريا، أين تتواجد زميلتنا كريمة قاسي في بيت عائلة خيرور أو في عائلة خيري، في بيت عائلة خيري، وترافق ربما الساعات الأخيرة قبل إعلان نتائج بشرى في هذه الامتحانات. صباح الخير كريم. نعم كريمة، صباح الخير، أنت متواجدة ببيت عائلة خيري بالحراش بالعاصمة، بشرى التي اجتازت امتحان شهادة البكالوريا ربما نقدر نقول تقريبا 11 ساعة أقل أو 10 ساعات و40 دقيقة قبل الإعلان عن هذه النتائج، كيف هي الأجواء؟ طبعا نعم، يبدو أن هناك ربما خلل تقني في وصول الصوت والصورة، ربما حتى يعني أجهزة الاستقبال تأثرت بالجو المشحون اللي راه في بيت عائلة هذه المترشحة. يعني صراحة الواحد يعني ما له إلا الدعاء لكل المترشحين، والدعاء الأكبر يكون للوالدين تاعهم خصوصا الأمهات اللي راهم يترقبوا ويتلهفوا بشدة صدور هذه النتائج. ربما في انتظار أننا نعيد الاتصال مع كريمة قاسي. أسعد يعني كريمة حاضرة، يلا ربما قبل أن أأتي إليك يا كريمة سأرحب بضيفي الكريمين، سيد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة الكنابيس، صباح الخير. صباح الخير، شكرا على حضورك. شكرا معنا. أيضا سيد زبير روينا المنسق الولائي لنقابة الأساتذة الثانويات الجزائر، صباح الخير. صباح الخير، مكلف بالإعلام أيضا. ومكلف بالإعلام، يلا سامحني يعني نقصنا لك. لا 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 لا، كيف نفس الله. مرحبا بكم. إذا الحديث معكم حيكون حول تعليقكم على نتائج امتحانات شهادة البكالوريا، لكن قبل هذا روحوا نعيشوا أجواء هذه الترقب، أجواء الترقب في بيت إحدى المترشحات خيري بشرى بالحراش، أين تتواجد معها زميلتنا كريمة قاسي؟ إليك كريمة. نعم زميلي فاتح، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. كما ذكرت زميلي فاتح، أكثر من 700,000 مترشح هم على الأعصاب، اليوم سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2018 في حدود 8 مساء. زميلي فاتح، نحن الآن متواجدون عند عائلة خيري بالحراش بالعاصمة، العائلة تعيش على الأعصاب. سبق لي قناة الشروق نيوز وأن رافقت المترشحة بشرى أثناء إجراء الامتحانات، بشرى التي تعيش حالة خاصة، وعدت والدها بأن تتحصل على شهادة البكالوريا، وبشرى تعيش على الأعصاب منذ أن تم الإعلان عن نسبة النجاح في البكالوريا ومنذ أن تم تحديد موعد وتاريخ إعلان النتائج. العائلة كلها ليس فقط بشرى زميلي فاتح، ليست فقط بشرى التي هي على الأعصاب،
الكل هنا على الأعصاب يترقبون الساعة 8 ليلا. بشرى أحيل لك الخط لربما لتسريد لنا نوعا ما الأجواء التي أو اللحظات الأخيرة التي تعيشينها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم ونشكر قناة الشروق على الاستضافة. كما يعني كما كامل التلاميذ نعيش هذه الأجواء من التوتر والضغط، خاصة أنه تم الإعلان أنه النتائج راح تكون يوم الخميس وليس يعني يوم الأحد، فهذا كان يعني ضغط ويعني سبب لنا قلق يعني وانتظار. إن شاء الله يا ربي يكون فيها خير، وإن شاء الله كامل اللي تعب واللي سهر إن شاء الله ربي يفرحوا، لخاطش الباكالوريا ليست فقط تحقيق حلم وإنما هي متعلقة بفرحة الوالدين. يعني كما ترون يعني اليوم لن يشهد أبي نجاحي لأنه هو تحت التراب، رحمه الله ورحم سائر موتانا المسلمين، ولكن هو حي في قلبي دائما وسيرافقني بدعائه الذي أخذته، والحمد لله. وما ننساش الوالدة تاعي والدعاء تاعها، إن شاء الله فيها خير. وكما أقول لك دخلت البيوتكم إن شاء الله أكون دخلت قلوبكم تاني، وإن شاء الله تاني تكونوا متمنين نجيب الباك ونفرحكم كما نفرح والدي ونفرح خاوتي. شكرا بشرى. إذن زميلي فاتح لي التذكير فقط، الطالبة أو التلميذة بشرى توفي والدها وهي في منذ حوالي 6 أشهر، ووعدت والدها بأن تتحصل عليه يعني إكراما له، ونتمنى لها فقط التوفيق. زميلي فاتح إذا كان تسمح لي حاضر. نعم أكيد كريمة تفضلي. زميلة بشرى هي الأخرى تعيش على الأعصاب، هي الأخرى تعيش على الأعصاب. يعني عندما عند تواجدنا هنا بمقر في بيت العائلة تروي لي أو تحكي لي الحاجة بأن ربما سأتركها هي تحكي ما حدث لبشرى وهي تترقب نتائج البكالوريا. تفضلي الحاجة. السلام عليكم. نتمنى إن شاء الله بتي إن شاء الله تجيبه، ونهار كامل وهي تخمم الباك نتاعها وتخمم على باباها وتقول ان شاء الله يا بابا دعويك ان شاء الله باش نربح ونجيب الباك. حقت الاميه تاع باباها وهي لحقت الباك ان شاء الله، وان شاء الله تجيبوا تفرحنا والناس قاعدتك ان شاء الله يفرحوا، ان شاء الله الناس الكليه ان شاء الله يفرحوا، ان شاء الله قاعدين الكليه ان شاء الله يفرحوا اولادهم ان شاء الله. الحاجه حكيتي لي واحد النقطه انه مادام انه بشرى وعدت والدها وقالت له باللي كي توفى ربي يرحمه قالت له نوعدك باني ساتحصل على شهاده البكالوريا. حكيتي لي واحد النقطه انه بشرى بالامس كانت تحمل البارح نط الصباح راحت الحوايج والسنتي حارف دتها ومعنقتها وتبكي تقول يا بابا ادعي لي اليوم تخرج الريزلت تاع الباك ان شاء الله يا بابا نجيبه. النهار كامل وهي تبكي، والبارح ما رقدتش كاع الليل كامل ما رقدتش حتى نطلع النهار وهي يا بابا راح تخرج الريزلت تاع الباك ان شاء الله يا بابا نجيبه بدعاويك ان شاء الله. ووعدت بابا هاكي كان ميت في الصندوق قالت له يا بابا ان شاء الله نوعدك نجيب الباك ان شاء الله ان شاء الله. كيفاش اكيد الحاجه انت يا مدام انه الطفله راهي على الاعصاب، انت طبعا تسي ولا تحاولي انك تهدئي من يعني من تحاولي تخفي عليها هذاك الضغط. اي نعاون نخفف عليها ونقولها بشرب بالعقل وان شاء الله ربي دعوه الخير تاع يمك وتاع بابك ان شاء الله تعقبي الباك وتجيبيه ان شاء الله ما تتقلقيش. وهي غير كي تعرفي خصوصا انه الحاجه حسب ما حكت لنا بشرى انه اولادك الله يبارك انت عندك 8 اولاد ربما لم يسعفهم الحظ ما كملوش قرايتهم، وهي البشرى بقات الامل للعائله باكملها. ايه هي مخاوتها عندها 8 الله يبارك مع قبول باك وما ربحوش، وهي قالت ان شاء الله ان نعقب الباك ان شاء الله ونجيبه حقاق الاميه تاع يمه وتاع بابا ان شاء الله. وهاك ان شاء الله هي لحقت ان شاء الله هتجيب ان شاء الله برك ان شاء الله تفرحنا ان شاء الله والناس قاع يفرحوا ان شاء الله بوليداتهم وكل. زميلي فتح اعيد ساطرح سؤال على التلميذه بشرى، اخبرتني بانها يعني ربي يرحم باباها متوفي ومدفون في مقبره العاليه. بشرى لم تتمكن من لظروف لم تتمكن من زياره قبر والدها، امنيتها انها عندما تتحصل على البكالوريا تقولها هي بنفسها.
والله يعني وعدت أبي بأن أتحصل على شهادة البكالوريا. يعني منذ الطفولة كنت دائما أقول له، كان يقول لي خاوتك قريتهم وكذا وكذا، مع الأخر ما كملوش قريتهم. قلت له معليش بابا، أنا بإذن الله نرفد المشعل وإن شاء الله أنا نكمل قريتي ونشرفك دائما ويبقى اسمك يمشي وإن شاء الله يا ربي. ووعدته تاني كي كان متوفي بلي نتحصل على شهادة البكالوريا قدام الناس كامل. وقلت إن شاء الله ما رحت زرته في القبر، كنت ندعي له دائما الحمد لله. قلت لازم كي نزوره لازم يكون بالشهادة تاعي إن شاء الله، وإن شاء الله كي نجيب إن شاء الله الباك ونتحصل على شهادة البكالوريا نروح نزور قبر الوالد إن شاء الله. إن شاء الله. إذن زميلي فاتح، هي أمنية بشرة أن تتحصل على شهادة البكالوريا وأن تحمل معها الشهادة وتذهب لزيارة والدها رحمه الله في مقبرة العالية، تحمل له الشهادة. طبعا هو تعتبره بشرة كعرفان لوالدها الذي ربما ساهر معها، وتمنى طبعا أن يحضر معها فرحة البكالوريا. للأسف الشديد شاء الله ما تشاء الأقدار أن تخطف منها والدها. إذن بشرة، حتى نعم أن بشرة كانت لها أمنية أنه عندما تتحصل على شهادة البكالوريا تود أن تسجل بشرة في الإعلام إن شاء الله. أنه منذ يعني أختي الأم تاعي كانت تحب بزاف الصحافة وأنا تاني كنت نحبها، بصح كنت أكثر نحب الطب. بصح إن شاء الله نقراها في أيام إن شاء الله القادمة، لكن بصح أنا إن شاء الله ندير توجه تاعي الإعلام وإن شاء الله ربي يوفقني إن شاء الله. إذن زميلي فاتح، إذن هي الأجواء التي تعيشها عائلة خيري هنا بالحراش بالعاصمة، كغيرها طبعا من العائلات الجزائرية التي تعيش على الأعصاب منذ ربما نعم كريمة. زميلي فاتح في انتظار، ربما سنعاود نعم. سنعاود طبعا الحديث مع بشرة ومع عائلتها عند الإعلان عن نتائج البكالوريا. نتمنى لها فعلا التوفيق إن شاء الله. نتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله. أعيد لك الخط زميلي فاتح. نعم، شكرا جزيلا لك كريمة، وأيضا شكرا لعائلة خيري التي فتحت بابها لقناة الشروق. في البداية يعني نترحم على والد بشرة ونتمنى لها النجاح إن شاء الله في شهادة البكالوريا، وحتما سواء نجحت أم لا الوالدها حيكون مفتخر بها، وإن شاء الله ربي يحقق لك الحلم تاعك وتسجلي في التخصص الذي ترغبين فيه. سيمسوات بطيبة. حالة بشرة هي نقول لك أنه حالة عدد كثير من الجزائريين، حتى وإن كان الوالد والوالدة على قيد الحياة، لكن يعني تقريبا نفس، لأن اليوم التلميذ ويقول لكم فرح والدي يعني. ولا صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. من يعيش الميدان يعرف ما يعيشه أبناء التلاميذ وأوليائهم في هذه الفترة بالذات. وأنا أقول بأنه أولا التهاني تليق بالمترشحين بعد الإعلان عن النتائج، وتقييم النتائج بيداغوجيا من المفروض يكون بعد الإعلان عن النتائج. ما زاد الأمر تعقيدا هو الإعلان، هو الإعلان. مش مازال يعني جايين، أنا فقط حبيت أعلق لي على هذه الحالة. يعني هي أنا قلت هي الحالة ما أنت أستاذ يعني أستاذ طبعا هذه الحالة صدفتك مواقف مثل بطبيعة الحال هي حالة يعني عشناها، يعني كل سنة نعيش مثل هذه الحالات. لكن هي تلميذة حسب الصورة هي متأكدة من نفسها، وإن شاء الله ربي يفرحها ويفرح والديها، وإن شاء الله تكون يعني صدقة جارية بالنسبة لوالدها الله يرحمه وربي يرحمه. إن شاء الله. سي زبير بينا، يعني شتك أنت أنك سكت ما حبيت تهضر، ما كأنه ذكراتك ربما بحوادث اللي عشتهم في الثانوي. طبعا في بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مسار الحياة مليء بال وش نقول بالأفراح بالأحزان بمحطات كهذه. نظن بشرة كما قال الأستاذ بوديبا عندها هدف وعدت والدها، لكن من خلاله أيضا هو هدف في الحياة أنها تحصل على البكالوريا اللي يرسم أهداف أكيد أنه يوصل لها. واسمها بشرة، نقول لها بشرة إن شاء الله البشرة تكون خير إن شاء الله خير. أيضا
ما أصعب الانتظار وما أصعب الانتظار لما يتزاوج مع ذكرى أليمة كما هذه. نتمنى لها إن شاء الله النجاح، نتمنى لكل التلاميذ النجاح. الانتظار ما هوش انتظار فقط للتلاميذ، هو انتظار للأساتذة أيضا، لأننا هذو تلاميذنا، النتائج هي نتائجنا أيضا، نفرح لفرحهم وأيضا نتألم لرسوبهم. نتمنى إن شاء الله النجاح لكل التلاميذ والفرحة لكل التلاميذ والأساتذة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله النجاح لكل التلاميذ. إذن وزيرة التربية أعلنت عن النسبة وهي 55.88%. التعليق عليها سيكون بعد ما نستعرض أهم النتائج لشهادة البكالوريا منذ الاستقلال أو منذ سنة 1983 إلى غاية سنة 2018 بعد هذا الفاصل. إذا نتائج شهادة البكالوريا وكرونولوجيا من سنة 1983 إلى غاية سنة 2018 مع حبيبة محمودي. صباح الخير حبيبة. صباح الخير زميلي فتح، صباح الخير ضيوفك الكرام، صباح الخير مشاهدي قناة الشروق نيوز. نقدم عرضا حول نتائج البكالوريا في الجزائر من عام 1983 إلى غاية 2018، حيث قدرت النسبة ب 19.99% عام 1983، لتقدر ب 19.20 عام 1987. عام 1989 النسبة وصلت، قدرت ب 18.47. 1992 النسبة قدرت ب 10.54%. عام 1995 النسبة قدرت ب 18.63%. عام 2002 النسبة قدرت ب 29.21%. 2004 38.30%. 2005 37.29%. وحتلت فيها في سنة 2005 النسبة كانت قدرت ب 30.63% بين النظاميين والأحرار. نعود إلى سنة 2006 حيث قدرت النسبة ب 44.64%. 2007 قدرت النسبة ب 43.69%. 2010 61.23%. 2011 62.45%. 2012 قدرت النسبة ب 58.84%. 2013 قدرت النسبة ب 44.78%. بالنسبة لعام 2014 قدرت النسبة ب 45.01%. 2015 قدرت النسبة ب 51.36%. 2016 قدرت النسبة ب 49.79%. 2017 56.07%. 2018 وهي النسبة وصلت إلى 55.88% مثل ما أعلنت عنه أمس وزيرة القطاع نورياء بن غبريط. نعود مشاهدينا وإلى مقارنة بين شعبتي الأداب والعلوم في بكالوريا، في البكالوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث احتلت نسبة شعبة الرياضيات نسبة 78.61%. نعم نعم، الرياضيين هم العباقرة يعني في الثانويات. نعم نعم. أيضا اللغات الأجنبية 56.09%.
ثم العلوم التجريبية وصلت النسبة وقدرت ب 52.99%. رغم هذه انه هذه السنة هذا كان سنة 2016. رغم انه هذه السنة يقال انه فيه تراجع يعني في شعبة اللغات والأدب واللغات الأجنبية. نعم تفضلي يا حبيبي. بالنسبة لسنة 2017 بالنسبة لسنة 2017 احتلت رياضيات مثل ما قال زميلي فتح وهم عباقرة التلاميذ أو شعبة العباقرة، احتلت فيها النسبة 68.70%. العلوم التجريبية وصلت النسبة وقدرت ب 62.51%. الرياضيات التقنية وصلت النسبة 53.12%. اللغات والفلسفة 52.09%. اقتصاد وتسيير قدرت النسبة ب 50.78%. اللغات الأجنبية كانت في المركز الأخير واحتلت نسبة 47.18%. ربما الآن مقارنة لسنة 2018 حبيبة. نعم نعود إلى سنة 2018 في انتظار إعلان عن النتائج النهائية من طرف الوزارة، حيث تشير آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن شعبة الرياضيات احتلت المركز الأول بنسبة 78.61%، متبوعة بالعلوم التجريبية في المركز الثاني بنسبة 59.06%، واحتلت اللغات الأجنبية المركز الأخير بنسبة 56.06%. نعود إلى مقارنة على ما أعتقد حسب الولايات، ترتيب حسب الولايات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكالعادة احتلت تيزي وزو المرتبة الأولى عام 2016 بنسبة 58.99%، وكانت ولاية الأغواط في المرتبة الأخيرة بنسبة 18.94%. سنة 2017 تيزي وزو دائما تحتل الصدارة بنسبة 65.93%، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب ولاية تمنراس بنسبة 31.48%. بالنسبة لسنة 2018 في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية من طرف وزارة التربية الوطنية، على ما أعتقد أن ولاية تيزي وزو ستكون كالعادة، كانت يعني حسب المعلومات الأولويات الأولية عفوا تقول أن ولاية تيزي وزو تحتل المركز الأول مقارنة بباقي الولايات. في انتظار ربما معرفة الولاية التي ستكون في ذيل الترتيب. نشكرك كثير حبيبة محمودي. شكرا زميلي. على هذه الجولة أو على هذا العرض الخاص بنتائج شهادة البكالوريا منذ الاستقلال وإلى غاية يومنا هذا. نلتقي مشاهدينا بعد هذا الفاصل. إذن من جديد مشاهدينا متواصلين معكم، وصباح الخير لكل من استيقظ الآن ويتابع فينا في هذا العدد الخاص من شروق مورنينغ والخاص بنتائج شهادة البكالوريا. أنظار كل الجزائريين مشدودة نحو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ربما أقل من 7 ساعات و40 دقيقة تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة البكالوريا. أكثر من 700,000 مترشح، كلهم يعني أنظارهم مشدودة وقلوبهم تخفق بشدة، فمن سيكرم اليوم ومن سيهان، خصوصا أن نسبة النجاح كانت 55.88%، والتي أعلنتها أمس وزيرة التربية
نوريا بن غبريط. إذا لتعليق حول هذه النسبة وأيضا حول ظروف بكالوريا 2018 حول التفاوت في نسب النجاح بين الولايات وأيضا بين المواد، هل تراجع النسبة هذه السنة ربما راجع إلى ظروف التي مر بها التلاميذ من إضرابات شنتها النقابات، أم أنه أمر عادي نظرا للظروف الاستثنائية التي جرت فيها الامتحانات؟ هل هذه النتائج هي في صالح وزيرة التربية أو الوزيرة المثيرة للجدل نورية بن غبريط التي لطالما اتهمت بإفساد المنظومة التربوية ككل؟ إذن هذه الأسئلة وأخرى سنطرحها على ضيفينا الكريمين. عودة من جديد لك سي مسعود أبو ديبا المنسق الوطني المكلف بالإعلام بنقابة الإنابيست، وأيضا سيد الزبير روين المكلف بالإعلام بنقابة الكرام مجلس الثانويات الجزائر. نبدأ معك سيد مسعود أبو ديبا، مدام أنك على يميني، أصحاب الميمنة هم الأوائل دائما، إذن تعليقكم على وقراءتكم في هذه النتائج المقدمة من طرف وزيرة التربية، أو ربما قبل هذا لأنه أنا في بداية البرنامج ما رحبت بك، كانت عندك ملاحظة كنت حاب تقولها بخصوص أن الوزيرة التي اتهمت بأنها زادت زيت على النار يوم أمس بإعلانها المسبق للنتائج الرسمية، الأمر اللي تسبب في ضغط أكبر للعائلات وأوليائهم. طبعا انا قلت بان يعني التهاني او المترشحين يليق بهم ان التهنئه بعد الاعلان عن النتائج. الامر الثاني تقييم النتائج ودراستها دراسه دقيقه يكون من الافضل بعد الاعلان عن النتائج. وعندما نعلن عن نسبه نجاح قبل 48 ساعه من الاعلان عن النتائج، نظن بأن هذا ونحن عارفين بالميدان ونحن نعيش الميدان ونعيش الضغوطات اللي سببتها الإعلان عن هذه النتائج بالنسبة للتلاميذ، نظن بأن هذا يعني ما كان من المفروض ما يكونش. إذا كان نريد أننا نعطي للإعلان عن النتائج بعدا إعلاميا، على الأقل ننتظر لحظة فتح الموقع، ممكن تكون هناك الإعلان عن النتائج في هذه اللحظة، يعني لكن قبل 48 دقيقة أنا هذه رسالتي أوجهها للمسؤولين. نظن بأن هذا يعني بيداغوجيا لا يليق أننا نعلن عن النتائج قبل 48 ساعة ونعلن عن نتائج الولايات ونتائج الشعب ونخلق هذا النوع من يعني لابانيك في العائلات الجزائرية. هذا الأمر. الأمر الثاني، ممكن تايا وكلنا أنا نعيش الآن واحد الظاهرة موجودة في العائلة الجزائرية، وأنا صباحا تكلموا معايا من الغرب الجزائري وتكلموا معايا من الوسط الجزائري، عائلات راهي زملائهم الزغاريد راهي في الزغاريد راهي في بعض العائلات، معناها أنه هناك من يتحصل على النتيجة قبل الإعلان عن النتائج الرسمية، وهذا غير مقبول من المفروض يحدث على مستوى على هذا المستوى. نحن لدينا يجب أن نتحكم جيدا في مثل هذا الأمر، ويجب أن يكون سمحني في هذه النقطة سيد مسعود أبو ديبا، منظورش أن وزيرة التربية هي تحمل المسؤولية بقدر ما يتحملها مدراء التربية العاملين بالديوان. يعني نحن لا نتعامل مع الأشخاص، نحن نتعامل مع مؤسسات في قطاع، وهذا يسيء لنا كمؤسسات قبل ما يسيء للأشخاص. الخطأ فينا أننا ننسب الأمور إلى الأشخاص. هي القضية هي قضية مؤسسات. نحن نقول بأن نحن اليوم نعيش مشاكل في العائلات. اليوم لما الأولياء يقول لك كيفاش جاري يعرف النتيجة وأنا وليدي ما يعرفش النتيجة، يقول لك بأي حق أننا نسرب المعلومات في هذا الأمر؟ ولذلك أنا هذه الأمور راهي تحدث، وهذا الأمر راهو يزيد في الضغط بالنسبة لأبناء التلاميذ. إذا لما نقيم الأمور نقيمها بهذا المستوى. لما نتكلم على النسبة، نسبة 55.88% هي نفسها تقريبا نسبة السنة الماضية اللي هي 56.06%. إذا نظن النسبة تقريبا نفسها، وبالتالي هي في ظل الظروف اللي مريناها خلال السنة الدراسية احنا اعتبرناها بأنها نسبة مقبولة. هذه النسبة تحتاج إلى تقييم بعد الإعلان عن النتائج، ممكن تحتاج إلى تحليل بعد الإعلان عن النتائج، لكن نظن بأن ربما كذلك لما نعلن على لما نقول على الساعة الثامنة ليلا بعد 48 ساعة، نظن بأن لازم يعني هذه الأمور
لازم نقراو نفسيه ابناء. احنا نتعامل مع تلاميذ، نحن نتعامل مع ابناء لباكالوريا نفسيته صعبه جدا، ربما نفسيتهم خصوصا يعني في هذا الوقت. يعني دائما يقول لك انه في هذا الوقت يعني ما تروحش تقرب ليه، لو يبكي خليه يبكي، ولا كان قاعد وحده خليه قاعد وحده، وما تعطيلوش يعني ما تقلقوش اكثر واكثر. السيده زبير روينا، انتم كنقابه اساتذه الثانويات الجزائر، قراءتكم وموقفكم من الخطوه اللي قامت بها الوزير وهي الاعلان عن النسبه يعني اكثر من 48 ساعه قبل الوقت، يعني يوم امس على الساعة 8 صباحا، الوزيرة في تغريدة على تويتر يعني أعطت نسبة النجاح، الأمر اللي زاد يعني وتر الأجواء في العائلات. طبعا بالنسبة لنقابتنا ولا بالنسبة لي كأستاذ، الانتظار قلت ما أصعب الانتظار، أو بالأحرى ما أطول الانتظار لما ننتظر نتائج وإحنا نجهل، وخاصة بالنسبة للتلاميذ اللي يجهل، ربما خدم ما خدمش، جاب النتيجة ما جابش إلى آخره. طبعا مهما كانت احنا نقولوا لتلاميذنا هونوا عليكم، هي بكالوريا، هي ما هي الا محطه من المحطات في المسار الدراسي. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح، لكن هذه الاثاره الكبيره سواء كانت اثاره من طرف اعلان نتائج او اثاره اعلاميه الى اخره، وخلق جو تاع ضغط كبير الى اخره، نظن إثارة إعلامية، أنه دائما الإعلام يعني يتهم بالإثارة، لكن لا لا نعرف ما هوش دوره، لا دوره توعوي سي بوديبا، لا لا ماهوش دوره قد الإثارة في الإعلام، هو لكن الإثارة في الإعلام مطلوبة. يعني الآن نفتح لكم يعني التعليقات، العائلات لا يتساءل، يقول لك بالفعل يعني بخصوص الديوان، يقول لك تسريب النتائج، شو تسريب النتائج؟ شوف سيدي، فعلا هو المسنا هذا عند العائلات، عند الآباء، القلق الكبير ربما أكثر من عند الأساتذة، عند الكل، يعني هو المجتمع الجزائري الإثارة طبيعة في الإعلام على بنا بالإثارة إلى آخره. لكن نتكلم على سامحني الموضوع لما نعطيه أكيد، لكن إحنا معروف في الجزائر، إحنا معروف إنه يعني هذه ولات من العادات الجزائرية. أنا حتى لما يعني جوزت البكالوريا في الجزائر يعني ماشي قضية إنه الطفل ولا الطفلة ولا الابن ولا الابنة راح يجتاز الامتحان، وكأنه كل العائلة يعني بالعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة أنها بقدر ما هذه الشهادة مقدسة عند الجزائريين، بقدر ما من واجبنا كمسؤولي قطاع كأساتذة أننا نحرص حرص شديد من أجل أن هذا الأمر ما لازمش يخرج عن إطاره، ما لازم نحافظه. هذا امتحان، ويجب أن نتحكم في النتائج، يجب أن تصريحاتنا في هذا المجال تكون مضبوطة. وبالتالي لهذا السبب قلت بأن النتائج من المفروض النسب يعلن عنها بعد فتح الموقع، ما لازمش نخلي العائلات لما نقول باللي نسبة تسيير واقتصاد هي نسبة 48%، واش معناها؟ معناها نخلي التلاميذ تسيير واقتصاد انهم يعيشوا ضغط اضافي اللي ممكن، علاش ما نخليهش يعيشوا مع زملائه لما تعلن عن النتائج؟ لماذا نخليه يعيشوا قبل 48 دقيقة؟ ولذلك حتى اعلاميا ومن صالح مسؤولي القطاع انه لماذا لا نترك لحظة فتح الموقع ونعلن نسبة مثلا النجاح ويكون عندها اثر افضل، لكن نعلنها قبل 48 ساعه. نحن نرى من الناحيه البيداغوجيه نحن نرى غير مقبول، خصوصا ونحن نعرف ابنائنا في الميدان. نعم ما كملتش فقط، تفضل اكيد سي زبير. فقط سي مسعود بدي تعرفوا انه في البروتوكولات يعني طبعا لازم نحدد احنا في الجلسه هذه ولا في اي جلسات في بالنسبه للجانب البيداغوجي التربوي اللي انا نتكلم عليه كنقابات، لان ملفاتنا كبيره كنقابات، كتناقض في الرؤيه. لكن بالنسبه للمدرسه ما راناش في خلاف شكون هو اللي هي، مجرد انتقادات، لان الانتقادات تاعنا وكان ماذا بنا انها تكون في كيش يقولوا في ربما بين الوزاره والنقابات بشكل ما يظهرش للعيان، لكن لما انتقاداتنا ما تلقاش الصدى وما تلقاش نلقاو فقط المنابر الاعلاميه اللي ننتقد، لاننا في كل مره ربما الكلامنا وانتقاداتنا ما تلقاش طريقها ونكونوا امام امر واقع. ولهذا السبب احنا نتكلم من هذا المنبر، نقولوا فقط بان احنا في نقابتنا النتائج ما كانتش متوقعه. لماذا؟ لاسباب عده. الاسباب يعني العده ممكن بيان قلتوا انه 20%، طبعا احنا هذيك دراسه ربما يقول بيان وتخمينات والاخر، احنا ما نضربوش الكارطه، احنا خذينا عينه. لكن انتم ايضا سامحني سي روينا، لكن ربما انتم ايضا يعني لعبتم على اعصاب التلاميذ لما اعلنتوا نسبه 20%، حتى يعني اولياء يتصلوا يقول لك هل صح كاين من هذا؟ شوف لا، يعني هي مجرد دراسه. شوف احنا قلناها وفي وسائل الاعلام قلناها، هي دراسه، هي عينه نسحبها على الوطن، نسحبها على الكل. ما قلناش ماناش القناه او ماناش المصدر الرسمي لاعلان النتائج، لكن
الغموض في بعض الحالات، عدم الحصول على الإحصائيات. حنا وكان نطلب عدد الأساتذة ما يعطيوناش عدد الأساتذة في كل مديرية التربية، وكان تطلب عدد التلاميذ ما يعطيولكش عدد التلاميذ، وكان تطلب هذه الإحصائيات اللي هي من المفروض تكون شفافية كبيرة، ولهذا كل واحد عنده مصدر من خلاله يحاول يدير مصدر يستقي منه المعلومات. واش قلنا حنايا؟ كل المبررات تنسجم مع ضعف النتائج. ما هي يعني ان نتائجنا؟ لما قلنا نتائجنا ما قلناش انها رسميه، لكن قلنا ما هو موجود في الواقع التربوي. شوف، بدايه من النزيف الكبير في قطاع التربيه، تما ما عنده حتى اثر. هذا رانا في الثالث سنه، يعني ربما في الثلاث سنوات هذه الاخيره ربما النتائج تاع البكالوريا انعكاس كبير تاع الخبره اللي ضاعت لنا من القطاع على النتائج ما تظهرش. الاجراءات الجديده تاع الغش ثمناها وقلنا هذا حتى وان ادى الى تخفيض النتائج فهذا عنده انعكاس ايجابي، لان انخفاض النتائج ما نتمناوهش، لكن يكون بسبب محاصره الغش. اي نعم. قلنا شيء اخر، بناء المواضيع، قالوا الثوب او المواضيع خرجت في ثوب جديد. غيابات التلاميذ ابتداء من جانفي، الاضطرابات الموجوده وما حدث من حولها من تشويه للاساتذه من دورهم الى اخره، كل هذا الظروف الخصوصيه وانعكاساتها السلبيه على النتائج. كل هذه الاسباب وقعنا التربوي، التعطير البيداغوجي والتربوي الغير موجود، احنا مراقب عام غير موجود، مدير، كثير من المديرين مكلفين، المراقبين غير موجودين، اللي يخدم في الحارس ولا هو اللي يخدم. كل هذا النقص الكبير، عدم تكافؤ الفرص بين ربما في بعض الحالات في اقصى الجنوب ولا في اقصى في بعض المناطق اللي موجود الاساتذه اللي ناقصين حتى في منتصف السنه، كل هذه المبررات الواقع او لما نسقطها على النتائج نلقاو بان النتائج لا تنسجم مع ما هو موجود في واقعنا التربوي، رغم ان ال 55% ليست نتائج. لو كان قطاعنا التربوي يمشي بوتيره نقولوا جيده، نقولوا على النتائج هذه ضعيفه، لان هدفنا هو ما يكونش الرسوب بهذا العدد الكبير، وبالتالي فهذه النتائج لم نكن نتوقعها بالنسبه لنقابتنا. قلنا دراستنا واقعيه من الميدان، ليست رسميه لكنها واقعيه من الميدان، هي عينه ربما ماهيش بالعدد الكبير جدا جدا جدا، لكن تمثل ربما حوالي 4% من مجموع التلاميذ اللي خديناها بشكل من الميدان تصحيح اول. الان بالنسبه لنا هذا هو عملنا وهذا هو اللي قمنا به، ونتحملوا مسؤوليه ما نقوله في حدود مسؤوليتنا ثاني، لاننا ماناش جهه رسميه اللي تمد النتائج وتحمل مسؤوليه النتائج. لكن ربما اعلنكم النتائج قبل حتى الاعلان الرسمي عن النتائج، وفي هذه الفتره يعني اللي شهدوا فيها تلاميذ ضغط، ربما هو الامر اللي خلى انتقادات توجه. طبعا احنا في حينها واش قلنا؟ خرجنا للاعلام وقلنا الهدف تاعنا ماهوش اننا نمدوا اشياء رسميه، ماناش الجهه الرسميه، النتائج لم تعلن بعد، لكن احنا دائما كنا نديروا نسب وكانت تقترب من كنا نديروا نسب في سنوات سابقه وكانت تقترب من النتائج نتاع وزاره التربيه، وثيرت المشكل لانها ربما كانت نسبه ضعيفه. طبعا احنا ايضا في بالنسبه للسنوات الاخيره ربما درتوا مقارنه في من بدايه واش لاحظنا حتى بالنسبه لنا احنا لما نديروا دراسه كاين طفرات وقعت في النتائج، تطلع مثلا 60 تهبط. طبعا احنا الاسباب ما نعرفوهاش الا في فتره معينه ربما في الفتره اللي مرت بها الجزائر بالصعوبات اللي مرت بها، يعني ربما اضعف نتيجه كانت في 92 كانت 10 من 92 ربما مبرراتها هو الوضع اللي كانت تعيشه البلاد، لكن ما دونها يعني قبلها ولا بعدها، بعد هذه السنوات العشر اظن ولا النتائج. شوف في خلال الاربع سنوات الاخيره من 45 رانا في 55، شحال كاين 10% نسبه الزياده في نسبه النجاح من 45 حوالي 55. احنا هذا التطور تاع 10% ما لمسناهش في الميدان، ما لمسناهش في الميدان، ما عندنا مشكل حتى لا مع وزيره التربيه ولا نتكلموا بموضوعيه، لاننا اساتذه موجودين في الميدان، رانا طرف، رانا فاعلين، نقولوا باللي ما راناش نهضروا بمعزل، ماناش متفرج حنايا. احنا كاساتذه رانا كنقابات نمثلوا اساتذه، لان محاوله فصلنا على الاساتذه نقابه شيء والاساتذه شيء هذا غير مقبول، لان صوتنا هو صوت الاساتذه اللي ننقلوه. اذا رانا فاعلين في الميدان، اكيد يعني النتائج تفرحنا،
مهما كانت كبيرة تفرحنا، والنتائج لما تكون سيئة هذا يؤلمنا، لأن هذو التلاميذ نتمنوا لهم الكل النجاح. ربما النتائج السيئة دائما أنه يعني المرمى ترمى في أو الكرة ترمى في مرمى الوزيرة. فقط إشارة للسادة المشاهدين وتوضيح أنه قناة الشروق نيوز وبرنامج الشروق مورنين كان اتصل على مدار يومين بالمكلف أو بوزارة التربية الوطنية من أجل إفادة مسؤول أو إطار بالوزارة ليتحدث حول الإعلان قبل الرسمي عن نتائج شهادة البكالوريا، وحتى لكي نعطي لكل ذي حق حقه. لكن يبدو أنه المكلف بالإعلام بوزارة التربية السيد عبد الكريم كادورلي لديه ارتباطات أو لديه مهام أخرى تشغله عن منصبه الأساسي، وهو مكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية. لما نقول مكلف بالإعلام يعني مكلف بالتواصل مع الصحفيين مهما كانت آراؤهم، مهما كانت توجهاتهم، مهما كانت المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها. في 2018 ولا زال يعني بعض الأشخاص يسيرون مناصب حساسة بمنطق نخدم مع اللي نحب ونخدم مع اللي ما نحبش ونخدم مع اللي يجوز لي وش نحب وغيرها من الاعتبارات البعيدة جدا عن المهنية والموضوعية. لذلك نتمنى من وزيرة التربية الوطنية أنها تقوم بعملية ليفتينج في بيتها، لأننا في 2018 يعني حتى لا أظلم الوزيرة تواصلك 100% عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطوة إيجابية، لكن يبدو أنه مازال فيه إطارات بالوزارة كما يقول المصريين داء أديمة يعني جدا. سيد مسعود بوديبة، إذن نروح إلى نقطة أنه انتقدته في هذه النتائج، قلت أنه هو الانتقاد، هو الانتقاد لازم نعرفه قبل تصريح السيدة الوزيرة. كان هناك تصريح لمكلف بالإعلام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأعلن يعني هذا الأمر يعني تم نشره باسم المكلف بالإعلام عن طريق قناة يعني على ما أظن قناة لاشانتروا. لما مصدر يعني المكلف بالإعلام يعلن النتائج، ومن بعد لما تعلن الوزيرة نجد بأن النتائج مخالفة لهذه النتائج، هذا الأمر راح يخلق لنا مشاكل في الميدان، يخلق مشاكل في العائلات الجزائرية، وتكون قراءات سلبية للموضوع. لما يعلن 58% ويعلن الترتيب بأن العلوم التجريبية هي الأولى، ومن بعد نلقاو بأن السيدة الوزيرة تعلن على 55.88%، ونلقاو بأن الرياضيات الأولى، ما هي قراءة ربما هو أعطى نتائج أولية فقط، ماهوش من حقهم يعطوا نتائج أولية في يعني مسألة، هذا راجع للفوضى، ماهوش يعني من حقهم هذا الأمر. هذا كيف الامتحان مثل هذا ما يقدرش نتحكموا فيه؟ نظن بأنه نحن رانا بيداغوجيين قبل ما نكونوا تقنيين، وبالتالي ضروري أننا لما نتعامل مع هذا الموضوع نتعامل معه بنظرة باستراتيجية بيداغوجية قبل كل شيء. العائلات الجزائرية اليوم راهي نحن نعرف بأن البكالوريا هي أصبحت قضية مجتمعية، نحن نعرف بأن البكالوريا. أنت أعطيت لها يعني مثال، قلت أنه اليوم في الجزائر لا أدري إذا كان أمر إيجابي أم سلبي، لكن قدسنا امتحان البكالوريا، يعني ربما قدسنا أكثر من ليس لازم. هو مرجع أساسي مرجع أساسي عند الجزائريين لازم نحافظوا عليه، وما لازمش نميعوا البكالوريا كامتحان كمرجع علمي أساسي عند الجزائريين، ما لازمش يتميع. لا هو في الجانب التعليمي يعني تميع، لأنه حتى اليوم العائلة الجزائرية طبعا بهذه يقول لك بك الباك بهذه الممارسات بمثل هكذا ممارسات بمثل الأجواء اللي جوزناها في امتحان شهادة البكالوريا مثل ما حدث في سنة 2016 وإلى اليوم ما وضعناش حدود للأمر وما كشفناش عن النتائج يعني بالأشياء اللي عشنا، نظن بأدي هذه السياسة راح تدفع إلى تميع شهادة مثل هذه الشهادة وتميع المدرسة الجزائرية. ولذلك نحن الآن لما نعطي هذه الملاحظات للإسراع في أننا نوضع حد لهذا الأمر، لازم نحافظ على قدوسية المدرسة، نحافظ على قدوسية المراجع العلمية في الجزائر، والبكالوريا هي من هذا المرجع.
الانتقاد تاعنا موجه من هذا الباب، وهذه فرصتنا باش ننتقدوا مثل هذا الامر. نعم، هذا فيما يخص يعني الاعلان قبل الرسم او اعلان الوزيره النتائج الرسميه قبل يعني الاعلان عن كل النتائج في الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. انتم يعني السيد مسعود بودي وايضا السيد زبير وينا انتقدتم الوزيره في هذه الخطوه، لكن الان ربما نروح الى التفاوت في النتائج، يعني خصوصا في المواد. انتم قلتوا انه هذه يعني النتائج تبقى ضعيفه مقارنه بعدد التلاميذ اللي اجتازوا امتحان شهاده البكالوريا. الكثير من الاولياء وايضا المشاهدين يتهموا الاساتذه، يقول لك لو الاساتذه يعني يتحملوا جزء من كبير من هذه المسؤوليه يعني في رسوب هؤلاء التلاميذ، وما نقدرش نحملها فقط لوزاره التربيه. تفضل السيد. بالنسبة للمسؤولية، وزارة التربية عندها أهداف، سطرت أهداف، عندها وسائل، عندها مورد بشري تحقق، وعندها استراتيجية معينة تحقق بها أهدافها. الأسئلة المطروحة، هل حققنا الأهداف؟ طبعا احنا لما قلنا 50-55 ما وصلناش من المفروض الأهداف اللي تسطرها أي بلد، سواء على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي، في تصنيفنا، في نوعية تعليمنا، في إلى آخره، ما راناش في المستوى. مخرجات المدرسة ما راناش راضيين عليها كأساتذة، كنقابيين، في القطاع، ويهمنا هذا القطاع لأن رانا فاعلين فيه. المسؤولية شكون يتحملها؟ المسؤولية نتحملها بدرجة حسب درجة المنصب اللي نتقلده. الآن إذا كنت أنا كأستاذ، إذا عندي التكوين، عندي الكفاءة اللازمة للتدريس، وعندي شروط العمل وفرتها لي بالشكل المناسب، والاستراتيجية كاين أهداف واضحة بدون غموض، استراتيجية واضحة، وسائل متوفرة لتحقيق الأهداف نتاعي، هنا نتحمل المسؤولية لأنني ما أديتش الدور تاعي. لكن بالشكل تاع المدرسة اللي راهو موجود، وين كاين نقص تكوين كبير، كاين نزيف كبير، وما همناش، كأننا القضية لا تهمنا على مستوى الحكومة ولا على مستوى وزارة التربية. المئات الآلاف تغادر لا حدث، خبرة مهنية نفتقدوها ونضيعوها ونقبلوا بها يعني. وما عندهاش انعكاس سلبي على المدرسة، نقر بهذا. حتى مسؤولين في وزارة التربية قال لك جدد، جدد يقدروا يعوضوا مكان الأساتذة اللي غادروا بكل، ويقدروا يقدموا أفضل. ونظن تصريح كهذا، نظن ما على باليش كيفاش بنيناه، ما على باليش كيفاش بناوه. احنا لما نقول آلاف يروحوا بهذا الشكل وما عندهمش أي انعكاس، يعني دور المدرسة ملا، رانا لا حدث. يعني شكون اللي راهو المخرجات هذه؟ مخرجات شكون؟ مهما كانت النتائج ضعيفة، ومهما كانت تاع أساتذتنا، تاع مدرستنا العمومية، ولا تعمل. إذا يجب إعادة النظر فيما نفعله، فيما نقوم به، في الوسائل، في الشروط. لما توفر لي الشروط، إذا لما توفر لي الكفاءة المطلوبة، سواء كنت مدير ولا أستاذ، ولا الكفاءة المطلوبة داخل المدرسة بالشكل المطلوب في ظروف عمل مقبولة، نظن هنا لما تتحدد تقدر تحدد المسؤوليات. الآن وكان نجي ونحدد المسؤوليات، نحدد تشخيص الأسباب تاع ضعف المدرسة، تشخيص الأسباب تاع النتائج، لماذا تراجعت اللغات من سنة لأخرى، من المرتبة الأولى للمرتبة الأخيرة؟ يعني سامحني، لماذا سامحني فقط سيد زبير منا في هذه النقطة، يعني الكارثة الكبرى لهذه السنة كانت مادة الفلسفة، لتم فيها تسجيل نقاط كارثية حتى لأساتذة الفلسفة. رأيي في هذه النقطة. معنا على المباشر الأستاذ صديق بحري، أستاذ في مادة الفلسفة. صباح الخير سيدي الكريم. ألو، صباح الخير الأستاذ صديق بحري، أستاذ في مادة الفلسفة معنا عبر المباشر، هل أنت في الاستماع؟ يبدو أنه سنعيد الاتصال به بعد اللحظات. تفضل فقط باش أكمل. المسؤوليات حتى الأولياء مسؤولين في أنهم ما دافعوش على المدرسة العمومية، ما ضغطوش في انهم في الاتجاه تاع يطالبوا بالتعليم اللازم لابنائهم بدل انهم يهربوا في هذا الاتجاه، وهم اختاروا بديل اخر انهم لجؤوا لدروس
الخصوصيه اللي كان عندها انعكاس ايضا سلبي وما شخصناش الوضع على مستوى وزاره التربيه سواء فيما يخص التكوين سواء فيما يخص الفضاء المدرسي و هل مناسب ماهوش مناسب اقبال التلميذ على المدرسه كيفاش راهو ينفر من المدرسه كل هذه اسباب تخلي باننا نقدروا نعرفوا لما نحدوا المسؤوليات نقدروا ايضا بعد تشخيص الاسباب ضعف النتائج نقاط قوتنا نقاط ضعفنا تحديد المسؤوليات فيما بعد نقدروا نهضروا وراهي كيفاش نعالجوا الامور. اكيد السيده مسعوده ابو ديبه تراجع في النتائج المسؤوليه تتحملها العديد من الاطراف، انتم كنقابه الكنابيس قراءتكم في هذه يعني في تراجع عدد كبير من الشعب في النتائج على غرار شعبة السير والاقتصاد أيضا شعب اللغات ودائما تفوق يكون للرياضيين. طبعا بون بداية هناك أمر أردت أن أنبه إليه طبعا. قبل 2003 أو قبل 2005 بكالوريا الإصلاحات الجديدة تاع بنزاغو يعني كانت النسب البكالوريا مثل ما تابعتم باختصار على قبل قليل كانت النسبة تتراوح ما بين 19 إلى 38% هي نسبة ضعيفة لكن بالمقابل في المرحلة الجامعية كانت نسبة الرسوب في السنوات الأولى ضعيفة جداً وكانت مستوى التلاميذ اللي يروحوا للجامعة كان مرتفع جدا مرتفع يعني كان مستوى أحسن بمعنى الآن اليوم نتائج أفضل مستوياتنا لكن نسبة الرسوب في السنة الأولى الجامعية هي كبيرة جدا إذا هذا الأمر هذا يطرح علامة استفهام وضروري أننا في أثناء التقييم يجب أن نعم ربما سامحني فقط النقطة تاع مصداقية البكالوريا والله المستوى تاع التلميذ أو الطالب لنشهد البكالوريا رايح للجامعة سوف نتطرق إليها بعد ما فقط لأنه معنا الأستاذ على المباشر حتى ما خلوش ينتظر أكثر الأستاذ فوزي بحري أستاذ مادة الفلسفة صباح الخير أستاذ بحري فقط إذا أمكن سمعني عن طريق الهاتف فقط ونقص الجهاز التلفزيون نعم أسمعك أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل عشاق قناة شروق والمتتبعي هذه الحصة وهني قبل أن تظهر النتائج كما قلت تلاميذنا الأعزاء في ربوع الوطن نعم الأستاذ فوزي بحري بما أنك أستاذ في مادة الفلسفة هذه السنة نقاط كارثية سجلت في هذه المادة النتائج يعني جد ضعيفة الأمر اللي خلى شعبة الأداب والعلوم الإنسانية وأيضا الأداب واللغات تتراجع في رأيك أين يكمن المشكل هل في اعتقاد التلميذ الجزائري بأن هذه المادة صعبة أم أساتذة الفلسفة اليوم أصبحوا غير قادرين على إيصال المعلومة كل المواد ونحن كمدرسي مادة الفلسفة لا يمكن أن نتهم الفلسفة ولا يمكن أن نتهم كذلك أساتذة الفلسفة ولا يمكن أن نتهم أي طرف في هذا ولكن طبعا سنقول أن الأسئلة هذه السنة كانت نوعا ما فيها لا أقول صعوبة ولكن أنا أشكر كل الأساتذة الذين أقاموا هذه الأسئلة لأنها أسئلة تعتمد على الذكاء أكثر وهذا ما كنا نفتقده في مدارسنا وخاصة مع مادة الفلسفة هو أنه كانت أسئلة مباشرة أسئلة تعتمد على الحفظ وهذا ما جعل التلميذ يبحث عن فلسفة صماء وهذا ما تنبذه مادة الفلسفة في حد ذاتها فالأسئلة هذه السنة كانت أسئلة ذكاء يعني تناسب الذكاء لا غير وأقول دائما كما قلت سابقا أنه التلميذ مطالب أنه يدرس الفلسفة بذكاء نعم سيدة فوزي بحري معروف أو عفوا سيد صديق بحري معروف أنه دائما طلبة أو عدد كبير من طلبة البكالوريا اعتادوا على حفظ المقالات في مادة الفلسفة هل ترى أنه ربما تغيير طريقة طرح الأسئلة هذه السنة هو اللي عرى الواقع الفاضح لمدى استيعاب تلاميذ لمادة الفلسفة
نعم، هو مادة الفلسفة دائما أننا نجد المشاكل مع هذه المادة، لكن صراحة طبيعة المادة وتفكير التلميذ الحالي يختلفان. في ماذا يختلفان؟ التلميذ أصبح خاصة ننكر، وأنا لا أتهم أي طرف، ولكن دروس خصوصية كان لها دخل كبير جدا. أنا أحيانا عندما نكون في الميدان أمام تلاميذنا، تلميذ يقول لك أعطيني أستاذ مقدمة ستوندر. سيد صديق، هذا بالنسبة لي إهانة للمادة. نعم سيد صديق، سيد صديق، تحدثت ربما وحملت الدروس الخصوصية جانب من المسؤولية، لكن دروس الخصوصية راهم يدرسوها الأساتذة اللي في الثانويات، يعني ما راهمش أساتذة يعني جبناهم من بلد آخر أو من مواد أخرى يدرسوا في مادة الفلسفة. الأستاذ من حقه أنه، لكن لابد التلميذ أنه يعي، لابد على التلميذ أنه يعي أن الدروس الخصوصية هي مكملة للدروس. التلميذ عندما يستعرش في القسم يروح يكمل النقص تاعه، لكن أنه نجد أنه التلميذ يخلي المدرسة بكل ما فيها ويروح للدروس الخصوصية، هذا أنا أعتبره ربما انحراف كبير جدا. ولابد كما أقول دائما أن ندق ناقوس الخطر، لأننا ذاهبين نحو منعرج خطير جدا. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ صديق بحري، أستاذ في مادة الفلسفة، كنت معنا عبر الهاتف لتعليق حول النتائج الكارثية التي سجلت في مادة الفلسفة، نقاط ما بين نصف نقطة إلى نقطتين. يعني التلميذ هذا لعام كامل 365 يوم وهو يدرس في مادة، يعني سبق له أنه درسها السنة يعني منذ الأول ثانوي، وبعدها يعني يجد الأستاذ المصحح نصف نقطة ولا نقطتين. تعليقك سيكو ديبا. بالنسبة لهذا الموضوع، أنا نظن بأن التلميذ ماهوش هنا محل تجريب. إذا كان منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا طبيعة الأسئلة تأخذ منحى معين لظروف معينة، ثم بعد ذلك فجأة نغير طبيعة الأسئلة بدون تصحيح الظروف الموجودة، لأن التلاميذ من المفروض قبل ما نروح إلى أننا ممكن نغير طبيعة الأسئلة، من المفروض نروح نضبط كيف أن التلاميذ يكونوا منضبطين ويكونوا مواظبين وحضورهم في القسم من بداية السنة إلى نهاية السنة. إذن ما دام ما حليناش هذه المشكلة أن التلاميذ يخرجوا في شهر فبراير وفي شهر مارس وكلنا يعرف بأنهم راهم يتوجهوا إلى الدروس الخصوصية، لكن هم يتوجهوا عند الأساتذة تاعهم. سامحني سيد دبيبة، لما تقولوا دائما أن الأستاذ يقول لك الدروس الخصوصية، مانيش نتكلم الآن موضوع الدروس الخصوصية، هذا هو موضوع آخر. لا حكينا عليه، نتكلم على التلميذ. التلميذ يجب أن يضبط ويجب أن يكون مرتبط بالقسم وبمؤسسته من بداية السنة إلى نهاية السنة. التلميذ ما يقدرش في شهر فبراير يغادر المؤسسة ومن بعد يجتاز امتحان شهادة البكالوريا وهو بعيد عن المؤسسة في المسألة. في التلميذ النظامي، إذن كيف نربط التلميذ بالمؤسسة؟ ما معنى ربط التلميذ بالمؤسسة؟ معناها التلميذ يخضع إلى التعليم الأكاديمي المطلوب حسب وتيرة معينة باش يتلقى المعارف العلمية المطلوبة حسب أهداف وغايات مدروسة. إذن من المفروض نعالج هذا الأمر عندها، لما نروح نبدل طرائق الامتحان أو طريقة منظومة التقييم، لما نغيرها أولا نغيرها على مستوى الامتحانات الثلاث اللي نقدمها للتلميذ، ثم بعد ذلك بناء على هذا النظام نوضع نظام امتحان شهادة البكالوريا. إذن نظن ما لازمش نروح نحل المشاكل هكذا بوضعيات هكذا ونترك الأصل اللي هو موجود. الأمر الثاني، نعم اللي حبيت أتكلم عليه، أنا قلت في البداية لما تكلمنا على يعني تذبذب النتائج، معناها ما قدرناش نوضع منظومة، يعني لما نجي نقيم النتائج نجد بأن هذا التذبذب يتغير من سنة إلى سنة أخرى. ضروري أننا نعرف الأسباب. قبل ما نعرف الأسباب كاين هناك أمور نتكلم عليها. نحن لما جبنا الطرائق الجديدة أو الطريقة الجديدة اللي هي المقاربة بالكفاءات في سنة 2003-2004 جبناها لأهداف وبرؤية واضحة. لما نقول بأن هذه الطريقة في يوم من الأيام يجب أن نصل إلى أن التلاميذ في القسم لازم يكونوا 25، وأن الوسائل اللي توفر لازم تكون بهذه الكيفية، وأن النظام داخل العمل لازم يكون بكيفية معينة، ونجد بأن كل هذا لم يتغير. نحن وضعنا الأساتذة منذ سنة 2003 وضعناهم في جو ضغوطات
لأننا جبنا برامج جديدة، جبنا طريقة جديدة بدون تحضير وبدون تكوين، ورميناها في وسط الأساتذة وقلنا لهم هاي لكم طريقة جديدة وتمحنوا معها. وضعنا لما الأساتذة بدأوا يتمكنوا من هذه الطريقة جبنا لهم تغييرات جديدة، وبدينا نوضعوا المدرسة في أجواء اللي هي من الضغط. هذا الضغط ما يقدرش يتحمله المجمع في الجامعات التربويه، ما تقدرش تتحمله. هذا الامر الثاني. الامر الثالث، عندما ندفع بعشرات الالاف من الاساتذه في فتره حساسه ونحن بحاجه اليهم، ندفعهم الى التقاعد، يعني التقاعد النسبي والتقاعد ونشره السن، وما نفكروش في طريقه كيفيه الحفاظ عليهم في المؤسسات، هذا ضغط جديد على المدرسه الجزائريه. عشرات الالاف من الاساتذه الجدد بدون تكوين وبدون تحضير في برامج وتغييرات جديده، نظن بان هذه اجواء لها راح يكون عندها تاثير سلبي على مستوى التحصيل العلمي بالنسبه للتلاميذ. نعم. وعلى مستوى النتائج بالنسبه للتلاميذ، وهو نعم اللي خلى التناقض اللي تكلم عليه الزميل موجود الان بين النتائج المتحصل عليها والواقع الميداني الموجود. واقع الميداني الموجود. استاذ زبير اروينا، المكلف بالاعلام بنقابه الكلا، الان نروح من نقابه الكلا، نتحدث معك استاذ في ماده التسيير والاقتصاد، تراجع يعني في نتائج التسيير والاقتصاد هذه السنه، في رايك لماذا؟ طبعا هو سؤال مرتبط بالسؤال السابق. لا انا نركز على ماده التسيير والاقتصاد مادام انك لان المشكل مرتبط بالنسبه للاسباب مرتبطه ببعضها البعض. التوجيه احنا نطالبوا كنقابه في عاده النظر في التوجيه. لازم تعرف سيدي الكريم بان في التوجيه اللي نحترموا الرغبات تاعهم بشكل في القوانين تاعنا هو 5% اللي نحترموا الرغبات نتاعهم. يعني حبيت نقول كيكون في مؤسسه تربويه 200 تلميذ اللي نقدروا نحترموا الرغبات تاعهم هما فقط 5% هما 10 تلاميذ. يعني اذا كان بالنسبه للكل، الباقي تولي الملمح تاع التلميذ، لكن بالنسبه للملمح تاع التلميذ دائما كاين الاحسن التلاميذ تلقاهم في الشعب الرياضيات العلوم، اما الشعب اللي راك تهضر عليها تسير اقتصاد والادب والفلسفه هي شعب مظلومه في ذهنياتنا في تفكيرنا على المستوى في القطاع التربيه ولا على المستوى الرسمي. اذا احنا اللي صنفنا التلاميذ، اذا حتى التلاميذ يعني اعتقدوا في انفسهم بانهم موجود في شعبه اللي فيها غير التلاميذ الضعاف، حتى بين الاساتذه يعني في بعض الحالات كاين هذا الشعور. اذا هذا ما لازمش يكون في قطاع التربيه، لازم تكون الملامح واضحه، لازم يكون الجانب الاعلامي، المعلومات لازم تكون كافيه لدى التلاميذ قبل الوصول الى التوجيه باش نحفزوا التلميذ اللي حاب يروح لشعبه. لازم يعني ها هي الشروط المطلوبه في هذه الشعبه. الجانب الاعلامي ناقص، ما نقولش ما كانش، لكن الاعلامي داخل المؤسسات التربويه، مانيش نهضر على الجانب الاعلامي في القنوات، داخل المؤسسات التربويه لازم تكون معلومات كافيه، التلميذ يطلع عليها يعرف الاشياء هذه قبل التوجيه، قبل مرحله التوجيه، باش نقدروا الشعب هذه نوزنوا بينتها. شعبه التسيير والاقتصاد هي من بين الشعب اللي راهي تعاني نتيجة التوجيه، وين تلقى فيها أضعف التلاميذ، والشعبة اللي تلقى فيها أضعف التلاميذ تلقى فيها ربما الانضباط أقل داخل هذه الشعبة. أيضا تأخذ دائما داخل المؤسسات التربوية بأن هذا التلميذ ما يخدموش، وهذا التلميذ هو عكس، هي الشعبة من المفروض شعبة هامة. أيضا سواء في التوظيف فيما بعد، ولا سواء في المسار الدراسي في الجامعة إلى آخره، في التوظيف إلى آخره، هي شعبة هامة لا تقل أهمية عن الشعب الأخرى. البلد في حاجة لكل التخصصات لكل الشعب، إذن كي تكون عندنا أهداف واضحة نقدر نوصل إلى الموازنة بين الشعب، إلى الموازنة في التخصص بالنسبة لنا. نعم، نروح الآن إلى نقطة أخرى المتعلقة بمستوى المتحصلين على شهادة البكالوريا. اليوم ربما لو ننزلوا للشارع أو نفتحوا الاتصال للسادة المشاهدين، يعني كلهم يجمعون أنه المستوى تاع شهادة البكالوريا يعني تراجع بكثير. يعني في وقت سابق كان حتى الشخص اللي يوصل فقط لشهادة البكالوريا يعني وما يكونش تحصل على الشهادة كان يدرس يعني تلاميذ في الابتدائي، وحتى كان في إطارات سامية في الدولة الجزائرية الآن يعني ما عندهم شهادة البكالوريا، لكن مقارنة بالمستوى آنذاك الآن يعني يقارنون بالناس اللي حاملة شهادة الليسانس. لماذا تراجع مستوى البكالوريا؟
تراجع المستوى، مستوى نحكي عن مستوى التلميذ، يعني مستوى التلميذ، ولن نظن هذا يعود إلى المنظومة في حد ذاتها، والمنظومة مبنية على عدة قواعد. أنا قلت أشرت لما نوضع المدرسة، عندما نضع المدرسة في أجواء من الضغوطات عشناها منذ سنة 2003 إلى يومنا هذا ولم نصل إلى حد الاستقرار، معناها ما زلنا يعني منذ سنة 2003 إلى 2013 لما قيمنا 10 سنوات من التعليم الإلزامي ورحنا باش نقيموا التعليم الثانوي باش نصح ونصلح النقائص الموجودة، وجدنا أنفسنا بأننا ندخل في تغييرات جديدة مبنية على استراتيجية جديدة. وفي النهاية شكون يتحمل هذه المسؤولية؟ هي أفراد الجماعة التربوية، هم التلاميذ اللي يصبحوا يعيشوا هذه الضغوطات، ويصبح التلميذ المهم ينجح، يعني ما يهمش المهم المستوى العلمي أو المستوى التعليمي. حتى العائلات يعني اليوم، سامحني سبودي، حتى اليوم العائلات يعني ما ولاتش تشتغط أنه ربما الطفل يتحصل على 14 ولا 16 ولا يروح للشعبة اللي يحبها كتخصص طب وغيرها، ولكن بمجرد يقول لك معليش هذا بك يجيب الباك وانتهنا منه. كاين أمر آخر، شوف كاين أمر آخر، هو الرجل المتعلم في المجتمع الجزائري، قيمته في المجتمع كمرجع علمي، الطالب الجامعي. هذه نقطة أخرى، يعني من اليوم التلميذ الرغبة، تلك الرغبة وحب التفوق وحب امتلاك المعلومة أصبح ماهوش هو رغبته الأساسية. كذلك اليوم الأجواء المحيطة للتلميذ، موجود في محيط، هل تطورت المدرسة الجزائرية؟ اليوم المدرسة، محيط المدرسة، لما تدخل المدرسة وتوجد مدرسة سنة 63 أفضل من المدرسة، من أجواء المدرسة اليوم. التلميذ اليوم راهو عايش في عالم آخر، في عالم اليوم التكنولوجيا تكشف عن كل شيء، يوجد نفسه لما يدخل للمدرسة لمحيط وبيئة غير مغرية. لما يدخل للقسم، قسم يعني من العصر الحجري أفضل منه، قسم يعني لما نوجد طاولات من هذا النوع، يعني الوسائل الموجودة لا ترتقي إلى ما يجب أن نطمح إليه، وبالتالي المدرسة ما أصبحت غير مغرية بالنسبة للتلميذ، التعليم أصبح غير مغري بالنسبة لأبنائنا. واليوم البطالة الجامعية، اليوم الطلبة اللي راهم موجودين في الشارع بالملايين، موجودين في الشارع يتحصل على شهادة جامعية وما يلقاش حتى باش يعني ياكل القوت تاع يومه. أي تحفيز نريد أن نقدمه لأبنائنا في ظل هذه الظروف؟ لما نتكلموا على مسألة التوجيه، لمسألة التلاميذ لماذا يتغير من شعبة إلى شعبة، والزميل ربطها بمسألة التوجيه، فعلا مسألة التوجيه هي مسألة أساسية. كاين مسألة أخرى، سامحني فقط سي بوديبا، يعني إحنا كنا نتحدث على المستوى، يعني أنا كنت تفضلت أيضا في نقطة هو أنا قلت بأن التلميذ اليوم لما يشوف هو راهو الاحتكاك مع التلميذ اليوم، ولا يبحث عن الشعب السهله، يعني اليوم التلميذ عم بلو انه عنده اليوم هاجس، عنده مسؤوليه، عنده ضغط من الوالدين انه لازم يجيب الباك تاعو، يقول لك انا نقرا ادبي ولا نقرا علمي ولا نقرا رياضيات تعب اكثر من هذا. يقول لك انا خويا تحصل على شهاده الماستر وراهو بطال يبيع في الكوكب، يقول لك انا خويا عنده ماجستير وراهو ما قدرش يوفر نفسه السكن وما قدرش يشتري سياره، يقول لك انت استاذ. لكن هذا ما راهوش مبرر. نو مبرر، لا ما راهوش مبرر. اذا ولينا نعنوا كانه انا نزيدوا لا لا مبرر نفتحوا الباب امام التلميذ لما يروح للجامعه عنده رؤيه، يقول لك انا لما نروح للجامعه نضمن مستقبلي. كاين اولا الظروف الاجتماعيه مهمه جدا في مثل هذه المسائل، التحفيزات مهمة جدا في هذه المسائل، في الجامعات الأوروبية التحفيز هو دور أساسي. سيد بوديبا سامحني، يعني أنجح تلاميذ في الجامعات لي ماجور دو برومو يعني خرجوا من عائلات محتاجة، لكن كان عندهم هذا التحدي. يعني أنا لما يعني تشوف الناس ولا تشوف النماذج تاع ناس على بالي، يقول لك أنا على بالي ربما كما منكمل ما حش نلقى خدمة، لكن نقرأ في الأساس أنه يكون عندي مستوى، يكون يعني عندي حد أدنى من المعرفة والثقافة. السيد زبير روينا، نروح معك في نقطة أنه اليوم الأولياء ما ولوش يهمهم ربما المعدل اللي يجيب به تلميذ شهادة البكالوريا أو التخصص اللي يقراها في المستقبل، بقدر يقول لك معليش أنا يلو كي يجيبوا 10.00، مهم يدخل الجامعة وانتهنا منه. يعني ولات هذه العقلية رائجة عند الجزائريين، موجودة فعلا. التلميذ يبحث عن السهل، عنده مصطلحات يستعملها الصعب والسهل، لكن احنا ما صحنا لوش هذه المصطلحات، ما كانش الصعب والسهل، كان ماذا نريد حنايا اولا، وبعد التلميذ ماذا يريد.
إذا كان عنده أهداف تلميذ وعلمناه يسطر أهداف يوصل الهدف نتاعو كما يعني مهما كان الأمر في ظل ظروف نوفروها له، في ظل استراتيجية نرسمها، في ظل كل هذا. طبعا احنا ما استثمرناش تاني كحكومة كمسؤولين في القطاع، ما استثمرناش في هذا الجانب هذا تاع العائلة اللي ما زالها مرتبطة بالبكالوريا. هي فعلا هي فرحة لا اليوم لا اليوم يعني الآن ذوك على مدار ثلاثة أيام، وحتى في هذه ثلاثة أيام في قبل يعني في الأعراس في الجنائز في الشارع في السوق في البكالوريا ولا لا لا أنا وش حبيت نقول لك، حبيت نقول لك ما استثمرناش احنا فعلا يعني من المفروض نستغل هذا الحب تاع العائلات لتدريس أبنائها لسبب من الأسباب. ممكن يكون لأنه ما قراش يحب وليده يقرأ، ممكن يكون لأنه قرأ لأنه ونجح يحب وليده ينجح أكثر. إذا العائلات ما زالت متمسكة منذ القديم. الجزائري مرتبط بهذا الجانب رغم الظروف الصعبة، رغم لكن القدوة العلمية هي عندها أثر. القدوة العلمية وذوك أنت الآن وكان يجي لاعب كرة قدم تنستقبلوه وكان يجي وهم رايحين للأولمبياد اللي رايحين يجي، وربما ما نستقبلوهمش. كل متميز في أي ميدان من ميدان الآخر ما يكونش عنده الاستقبال والاهتمام والمكافأة المطلوبة. إذن هذا هو حالنا بأن القدوة العلمية ما حطيناهاش في مكانها، ما كبرناش بها، لأن التلميذ يتأثر. المدرسة من المفروض هي اللي تأثر في واقع كما هذا، لكن ما عطيناهاش الوسائل اللي نخليوها تأثر في المجتمع وتغير المصطلحات، تغير المفاهيم عند الناس الخاطئة، تغير السلوكات الخاطئة. طبعا كنا نهضروا حتى في نشاطنا، احنا كنا نهضروا على الدروس الخصوصية، الأستاذ الكريم كان يهضر على الدروس الخصوصية عندها أثر سلبي، لكن احنا يا كي نهضروا عليها ما نهضروش عليها في وقت وين نكونوا في راحة ونشوفوا انعكاس تاعها وندرسوه، وتتحمل مسؤوليتها وزارة التربية ماشي احنايا. لأن اللي يقوم بالدروس الخصوصية كنت تتكلم وتقول الأساتذة، ماشي الأساتذة فقط، كل الناس راهي تقوم بالدروس الخصوصيه، الطلبه يقوموا بالدروس الخصوصيه. لكن السواد لكن انا مانيش مبرر في كل واحد، هذه ما نبررش يعني الاساتذه، هذا راهو مشكل. احنا في نقابتنا حتى الاساتذه يتحملوا جزء في نقابتنا، كل واحد لازم يقوم بدوره في المدرسه العموميه. المدرسه العموميه هو ارثنا، بالنسبه لنا هو ارث تاريخي. في بيان اول نوفمبر الدوله الاجتماعيه تعني المدرسه العموميه، تعني مجانيه التعليم، تعني ايضا الصحه، تعني الى اخره. اذا حفاظنا على المدرسه هو حفاظنا على امانه. إذا لما نقول المدرسة العمومية هي مسؤوليتنا جميعا من الوزارة للحكومة، لكن ماذا قدمنا؟ الواقع شيء يقول بأننا ما نهتمش. نعطي لك جانب آخر، احنا كنا نهضروا على الدروس الخصوصية، بنينا مواضيع تحدثنا فيها هذه الجزئية فقط حبيت نضيفها. نبني مواضيع نسطر أهداف ونبني مواضيع في أسئلة غير مباشرة، ومن بعد في الأخير نغير جدول التنقيط بما يتناسب وين خدم التلميذ ومين ما خدمش، كأنني نشجع الدروس الخصوصية مرة أخرى. يعني نرسم اهداف نبني مواضيع على حسب هذه الاهداف، ومن بعد نجي نقول التلاميذ ما خدموش هنايا، اصلا ندير كيفاش نعالجوا سلم التنقيط بحيث انه يناسب التلميذ ويناسب اذا هنا رانا كيفاش يقولوا رانا بعدنا على الاهداف نتاعنا وخدمنا بطريقه غير مباشره. مره اخرى الدروس الخصوصيه اللي نتهم في كل مره يجبد لنا هذه البطاقه في الاضرابات في الاحتجاجات. لا هم 80% من الاساتذه راهم في راحه، ماذا بينا كي يكونوا في راحه، ماشي انت اللي جبتها يعني في كل مره. لا قلت لك يعني معروف انه يعني حتى اليوم الاولياء يعني ما ولاش يهم، يقول لك معليش يا خويا يحفظوا يجيبوا بالدروس الخصوصيه ولا يجيبوا بالمدرسه العامه فعلاً. ولا يجيبوا بالقرايه تاع الليل ولا بالقرايه تاع الصفحه، المهم انه من المفروض نستثمر احنا في القطاع يستثمروا في هذا الجانب، لانه مهم بالنسبه لنا. كي كنت الاب يهتم بالدراسه والباك تاع الابن تاعو، الام ايضا داخل العائله، اذا ما علينا غير نقوم برسمنه هذا الرغبه وهذا الاهتمام وهذا في صالح المدرسه، لان احنا نصحوا الاخطاء ونصحوا المفاهيم الى اخره ونوجهوها التوجيه السليم. التلميذ اللي راه يهرب من المدرسه لازم نخلقوا له الفضاء المناسب باش يقبل على المدرسة. ربما هي قضية يعني من المفروض أنه نناقشوها في بداية السنة، لا كنا من الحين إن شاء الله في الدخول الاجتماع المقبل يجب إعادة يعني فتح هذا الموضوع بشدة. في الختام سيدة مسعود بوديبة، ربما رغم يعني الحديث اللي تحدثناه ورغم كل شيء، لكن يبقى فيها أيضا أمر مهم، أنه من جد وجد ومن تعب حصد. حتما أنه أي تلميذ لتعب ولبذل مجهودات عام كامل ربما في هذا المساء راح يكون يعني من المتفوقين. كلمة لهؤلاء التلاميذ.
ولا من واجبنا أننا نزرع ثقافة الجد وثقافة العمل في مجتمع كمجتمع جزائري اللي هو في هو أصله في أصوله مبني على هذه الأشياء. للأسف الشديد هناك ظواهر تمس بمثل هذه القيم. من واجبنا أننا نوضع منظومة قيمية تسمح للمتفوق بأن يتميز وتسمح لي وتسمح لي يعني للمتوسط باش يتقدم كذلك والضعيف باش يفكر بانه اذا ما نجحش مستقبلا انه يقدر ينجح. الامر الثالث انا اقول بان 44% من الراسبين هي نسبه ضخمه جدا ونظن بانكم قدرتوها ب 313000 تلميذ. لكن إذا كانوا يستهلوا الرسوب يعني بطبيعة الحال يعني من جهة نطالبوا بتحسين المستوى مشكل ليس هذا. الرسوب هو لازم يكون راسب ولازم يكون ناجح. أنا أقول بأنه لكن من واجبنا كمسؤولين أننا نفكر عن هذه الفئة. هذه الفئة الراسبة كيف نتعامل معها؟ أولا بداية من المحيط، بداية من مرورا بالعائلات الجزائرية ومرورا بمسؤولية القطاع. كيف لازم نكون محضرين نفسنا كيف أننا نتعامل مع هذه الفئة. رأي 313,000 تلميذ عمره 18-19 سنة 17 سنة كيفاش راح نتعامل معها اليوم في المجتمع الجزائري في غياب مجالات لاستقطاب مثل هؤلاء الشباب؟ إذا كان في يوم من الأيام تكلمنا على التعليم المهني كيف أننا نصحح منظومة التوجيه حتى ما نخليش هؤلاء التلاميذ أنهم يتيهوا في مستقبلهم. أنا نظن هذه الأمور لازم نفكر فيها بالجدية اللازمة لأن هؤلاء راح يكونوا في الشارع الجزائري وش راح يديروا في الشارع الجزائري. هذه المشكلة المطروحة واللي لازم لا الآن يعني بالجدية. أيضا تبقى مسؤولية العائلة أيضا. نحن ولو أننا كان من الأولى أننا نهني أبنائنا التلاميذ بعد الإعلان عن النتائج معلش مسبق نهني الناجحين ونطلب من الراسبين أنهم لازم يستفيدوا من الدرس. المستقبل أمامهم، البكالوريا مسموحة للجميع في السنوات المقبلة وإن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله. عندك ابن ولا واحد فعلي شهادة البكالوريا ومتى وش من عام اللي جبت فيها شهادة البكالوريا؟ 85 85 شحال كان المعدل؟ المعدل مرتفع. المهم لا داعي باش نقول لكن مرتفع جدا مرتفع. يلا ما نضربوكش خلاص الآن راك لا لا ماهوش أنا نتمنى نشوف أبنائنا أفضل لكن النتائج جيدة الحمد لله. السيد زبير روينا في الختام كيف يعني نفس السؤال لا دليله يعني نفس السؤال طبعا ما فيش مشكل ربما في نفس السياق يعني ربما تحدثنا كثير لكن قلت في الاول وفي الاخير كان اللي اجتهد وكان اللي ربما ضربها عام كامل يعني ما كانش ما على بالوش بالقرايه في الاول والاخير يعني النتائج راح تكون منصفه يعني طبعا ربما واللي اجتهد راه ياخذ معدل واللي ما اجتهدش للاسف مازال انه فيها اعوام اخرى طبعا هذه هي سنه الحياه هذه هي طبيعه الحياه طبيعه الدراسه هذه هي باش تبقى حركيه في التعليم التنافس العلمي هو ميدان هو ميدان المدرسه اللي اجتهد ينجح واكيد راح ينجح اللي تهاون ولا ما نقولولوش نقولوا له هذا هو لازم انطلاقه جديده. انتم في البدايه بديتوا بحكمه قلتوا يعني بعد الثامنه النتائج تصبح من الماضي بعد الثامنه النتائج تصبح من الماضي اللي نجح هي بوابه النجاح ما يظنش بانه ما يظنش بلي انتهى الامر العائلات ولا الكل لانه ماهوش فرحه وانتهى. اذا هي بوابه النجاح يفكر كيفاش هذا النجاح يستمر في النجاح ويزيد نجاحات اخرى ويتميز داخل الجامعه. اللي ما نجحش يعتبره هو كبوه فرس كما يقال ولا فارس ولا الفشل لا يعني ما لازمش يكون هو حدث دائما نقولوها حدث وليس طبعا ماشي المقوله تاعنا لكن هي معروفه الحدث ما لازمش يكون صفه لازم يكون الفشل ما لازمش يكون صفه لازم يكون حدث فقط عابر. اذا ناخذ منه دروس للانطلاقه من جديد حتى التلميذ هذا ايضا يقوم بحتى هذا الفشل يحاول كيفاش يثمنه من جهه انه يحصل في العام المقبل على نتائج افضل اللي تمكنه باش يدير التوجيه اللي لازم يديره. نقول هنيئا لكل التلاميذ هنيئا لكل الاساتذه ايضا لان فرحتنا ايضا فرحه التلاميذ هي فرحتنا
وفرحة العائلات هي فرحتنا جميعا. ونشكركم على الاستضافة. يلا انت ايضا قلنا السي زبير وينه وش مكتاش العام اللي تحصلت فيه على شهادة البكالوريا؟ انا شهادة البكالوريا جبتها في 83، ماهيش نتائج جيدة اللي كانت النسبة فيها 19.99. إيه ما كانش نتائج جيدة جيدة، بذلنا جهود نتمنى والتلاميذ. لكن كان حدث هذاك الوقت يعني طبعا يبقى دائما حدث البكالوريا في كل الأزمنة، لكن نتمنى النجاح لتلاميذنا ماشي فقط في البكالوريا، لأن ما لازمش تكون محطة تاع نجاح قبلها ما نتكلم عليها بانتقاد وبعدها نتكلم عليها بانتقاد، والبكالوريا تبقى هي الشيء المميز. لازم النجاح يكون استمرارية في النجاح باش نقولوا نجحنا ومسارنا في الحياة كان حافل بالنجاحات. على أمل ذلك نشكركم، نشكركم كثير السيدة مسعودة بوديبة المكلفة بالإعلام بنقابة الكلا بيست، وأيضا السيدة زبير وينا المكلفة بالإعلام بنقابة الكلا، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. إذا مشاهدينا متواصلين معكم في هذا البلاطو المفتوح حول نتائج شهادة البكالوريا بعد الفاصل. متواصلين معكم مشاهدينا في برنامج الشروق مورنينغ، هذا العدد الخاص بنتائج شهادة البكالوريا. يلا يعني نحسب أكثر من تلاميذ الباك تقريبا نقول 6 ساعات قبل إعلان النتائج الرسمية على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حالة من الترقب وسط العائلات الجزائرية وأيضا وسط تلاميذ لشتازوا امتحان شهادة البكالوريا. قل لكم هذا أمر عادي وسبقوكم قبلها الكثير والكثير، بدليل أنه حبيبة محمودي تلتحق بنا من جديد باش تعاود تعمل نوستالجيا لكل الأشخاص اللي اجتازوا شهادة الامتحان شهادة البكالوريا منذ سنة 1983. من جديد صباح الخير حبيبة. حبيبة أنت ما قلت ليش فقط وش من عام اجتزتي في شهادة البكالوريا؟ عام 1998 كان تخصص أدب ولغات أجنبية. 98 شحال كان المعدل تاعك حبيبة؟ كان معدل جيد. معدل جيد، اليوم واحد ما حبي يمد المعدل تاعه في انتظار انه دليله تعطيني معدل تحت شهاده الباكالوريا. دليله بالخير كانت الاولى على مستوى البوليده سنه 2001 يعني 12 83 شعبه اداب وعلوم انسانيه. يلا بداوا يبانوا النجباء اللي كانوا كما نقولوا احنا خباشين بالعاميه في المدارس. إليك حبيبة لعرض النتائج. شكرا زميلي، أهلا بكم مجددا مشاهدي قناة الشروق نيوز. قبل ساعات معدودة عن الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة البكالوريا لسنة 2018، نقدم عرضا حول البكالوريا في الجزائر من سنوات الثمانينات إلى غاية السنة الجارية، والبداية تكون بسنة 1983 حيث قدرت النسبة ب 19.99%. عام 1987 قدرت النسبة ب 19.20%. 1989 قدرت النسبة ب 18.47%. عام 1992 قدرت النسبة ب 10.54%. 1995 قدرت النسبة ب 18.63%. 2002 قدرت النسبة ب 29.21%. عام 2004 قدرت النسبة ب 38.30%. عام 2005 قدرت النسبة ب 37.29%.
هنا بالنسبة للنظاميين والأحرار قدرت النسبة ب 30.63%. عام 2006 قدرت النسبة ب 44.64%. 2007 قدرت النسبة ب 43.69%. 2010 قدرت النسبة ب 61.23%. 2011 وصلت النسبة 62.45%. 2012 قدرت النسبة ب 58.84%. 2013 قدرت النسبة ب 44.78%. 2014 قدرت النسبة ب 45.01%. 2015 وصلت إلى 51.36%. 2016 قدرت النسبة ب 49.79%. 2017 قدرت النسبة ب 56.07%. 2018 أي السنة الحالية وصلت النسبة إلى 55.88%. نعود مشاهدينا، وهناك مقارنة بين شعبتي الأداب والعلوم التجريبية في البكالوريا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بالنسبة للرياضيات وتحديدا سنة 2016 قدرت النسبة ب 63.84%. اللغات الأجنبية قدرت النسبة ب 56.09%. العلوم التجريبية قدرت النسبة ب 52.99%. من 2016 مشاهدينا ننتقل إلى 2017، حيث احتلت الرياضيات دائما المركز الأول ب 68.70%، متبوعة بالعلوم التجريبية بنسبة 62.51%. الرياضيات التقنية وصلت النسبة إلى 53.12%. اللغات والفلسفة في المركز الرابع ب 52.09%. متبوعة في المركز الخامس اقتصاد وتسيير بنسبة 50.78%. ثم اللغات الأجنبية في المركز الأخير بنسبة 47.18%. أما في سنة 2018 وحسب النتائج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية، احتلت دائما الرياضيات مركز الصدارة بنسبة 78.61%، متبوعة بالعلوم التجريبية في المركز الثاني التي احتلت نسبة 59.06%، ثم اللغات الأجنبية دائما في المركز الثالث والأخير بنسبة 56.06%. أما فيما يخص الترتيب حسب الولايات، فقد احتلت ولاية تيزي وزو عام 2016 المركز الأول ب 58.99%، فيما احتلت ولاية الأغواط المرتبة الأخيرة ب 18.94%. أما فيما يخص سنة 2017، احتلت تيزي وزو زميلي فاتح دائما المركز الأول بنسبة 65.93%. أما ولاية تمن راس فقد كانت في المركز الأخير بنسبة على ما أعتقد تمن راس بنسبة 31.48%. أما فيما يخص النتائج المعلن عنها أمس من طرف وزارة التربية الوطنية، والتي حسب النتائج الأولية تفيد بأن ولاية تيزي وزو تحتل المركز الأول في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية مساء اليوم في حدود الساعة 8 مساء. شكرا جزيلا لك حبيبة محمودة، وبتوفيق لكل التلاميذ. إذا مشاهدينا متواصلين معكم في هذا البلاطو الخاص بنتائج شهادة البكالوريا، حتى المشاهير والفنانين اجتازوا البكالوريا، منهم من تحصل عليها ومنهم انه ما لحقش حتى
إلى المرحلة الثانوية. نتعرف عليهم في تقرير سارة مبارك. سويعات فقط تفصلنا عن نتائج شهادة البكالوريا، حماس وانتظار. وبقدوم هذا اليوم يكثر الحديث عن المستوى الدراسي للفنانين. رابح درياسة، بجمع العنقيس، أحمد وهبي، عيسى الجرموني، حمدي بناني، إدير، كادير الجابوني، وبلال الصغير، وغيرهم من الفنانين الحائزين على شهادة البكالوريا، ومنهم من فضل الساحة الفنية على إكمال دراسته، ومنهم أيضاً من تحصل على شهادة البكالوريا وطلقها ليقترن بالركح. تحمل الذاكرة الفنية الجزائرية على جدرانها نقوشاً رصعتها أغاني لمختلف الطبوع، ونحتتها أصوات صداحة يكفيها حب جمهورها ويزيدها فخراً لو توسمت بشهادة مصيرية عنوانها البكالوريا. شبان وشبات اجتهدوا والرا والبرهان، جابوا البكالوريا جابوا هادو كل غزلان، جابوا البكالوريا جابوا هذوك الغزلان. إن شاء الله كل البيوت الجزائرية تشهد أفراح هذا المساء بحول الله. ضغط كبير عند العائلات، عند تلاميذ المقبلين يعني في المحيط العائلة. يعني في هذه الأثناء أقول لكم فقط يعني ربي يكون معاكم إن شاء الله. الآن سوف نتحدث في من الناحية النفسية والبسيكولوجية للتلميذ الذي اجتاز امتحان البكالوريا، خصوصا يعني ساعات قليلة قبل إعلان النتائج. ضغط كبير، طريقة تخفيف هذا الضغط، أيضا طريقة تعامل مع التلميذ في حال لا قدر الله أنه ما تحصلش على هذا الامتحان. كلها نقاط نتناولها مع الأستاذ مسعود بن حليمة، طبيب نفساني وأيضا رئيس لجنة التربية والتعليم بالمرصد الوطني لتطوير وتنظيم العائلة الاتحاد الوطني لتنظيم وتطوير العائلة الجزائرية. صباح الخير سي بن حليمة، وشكرا على حضورك معنا. صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا لكل متتبعي قناة شروق نيوز، وألف مبروك لكل الناجحين. لا اليوم مازال على 8 تعليل نقولوا لهم ألف مبروك، لكن نقول لهم أنه الخط الهاتفي 03-21-78-69-67 تحت تصرفكم لطرح أسئلتكم على المختص النفساني الأستاذ مسعود بن حليمة. بداية سيدة بن حليمة، أنا كنت مع الضيفي الأول سيد مسعود بوديبة، كان هو قال كلمة، قال أنه اليوم المجتمع الجزائري قدس يعني شهادة البكالوريا. يعني اليوم في الأعراف، في العادات، في التقاليد يعني الجزائرية، يعني امتحان البكالوريا عنده طقوس وعنده عادات وعنده تقاليد وعنده طريقة الفرحة تاعه، يعني وكأنه أصبح إرث داخل العائلة الجزائرية. لماذا يعني هذا الاهتمام الكبير بالبكالوريا؟ شكرا، والله سؤال وجيه، ولكن أنا أعتقد هذا خطأ كبير جدا جدا، لأن البكالوريا هي شهادة كبقية الشهادات، والبكالوريا ليست هي مشروع مستقبل أو مشروع حياة. ولذلك عندما نتكلم عن البكالوريا، وشنا البكالوريا؟ البكالوريا شيء عادي، لأن هناك حتى يعني من الجانب الروحي هناك الفوارق الفردية، فهناك من يستطيع أن يصل إلى مستوى البكالوريا. سامحني فقط سيد مسعود بن حليمة، في هذه الأثناء وزارة التربية الوطنية ترسل رسائل قصيرة
كل الجزائريين، تقول لهم أنكم يمكنكم معرفة نتائج الامتحان على الساعة 8 مساء. يلا الآن الضغط راه يزداد. نعم، هذا من ناحية قلنا البكالوريا ما هوش مشروع حياة أو مشروع على كل حال مستقبل، وإنما البكالوريا هي شهادة كبقية شهادات، لكن جزء من بناء المستقبل. ربما طبيعة الأسرة الجزائرية، نعرف إحنا بلك 80 ولا 60% تاع الأولياء ربما ما سمحت لهمش الظروف أنهم يواصلوا دراستهم، لكن يحبوا يشوفوا في أبنائهم أنهم يتحصلوا على شهادة البكالوريا. بطبيعة الحال، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وربي زدني علما، يعني على كل حال العلم هو العلم، ما ننكرش، ولكن العلم ثاني كذلك له درجات، وبالتالي الأسرة الجزائرية الضغط هذا معناه ما عندناش ثقافة شهادات، ثقافة شهادات، لأن نشوفوا احنا في الدول المتقدمة البكالوريا موجودة إلا في المستعمرات الفرنسية، يعني كي نشوفوا الشهادة لابد الأسرة أن تتابع ابنها من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية، ولذلك هذه الشهادة هي ما تقيمش البكالوريا، ما هيوش تقويم أو تقييم للمستوى، المستوى الإنسان اللي اجتاز البكالوريا. ربما هناك بعض الكثير أنهم حصلوا على البكالوريا عن طريق الصدفة، يعني عن طريق ربما الأسئلة جاءت عن طريق صدفة. ولكن احنا نرجع الى الضغوطات اللي راهي موجوده في العائله الجزائريه. لابد على كل حال نلاحظوا حاجه، حتى يعني الدوله سرحت حتى البكالوريا راهي اصبحت حتى الاخر العمر، حتى ال 60 70 سنه ما عندهاش حدود، ولذلك هنا من العائله الجزائريه سيد بوديبا سامحني، يعني بلاك ربما معنا الان مشاهدين كبار في السن ما زال ربما تحس في قلبهم أنهم ما لحقوش البكالوريا أو اجتازوها وما جابوهاش، يعني يقول لك أنه البكالوريا عند الجزائري تبقى يعني هذاك الشيء اللي أنه ربما مقدس، مقدسة واللي لازم على كل ناجح في حياته أنه يمر عليها. لا 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 لا، هذا خطأ، لأن نشوف الآن مثلا في بعض المهن وبعض الأعمال التخصصات يعني متفوق حتى على البكالوريا ومتفوق حتى على البروفيسور اللي راهو كيما حياته كلها للبحوث والعلم. احنا هذه ترجع الى ثقافه المجتمع، وثقافه المجتمع احنا مازال حتى يعني المنظومه التربويه نتاعنا في حد ذاتها ما عطاتش توجيه وارشاد وتكيف محيطي وبيئي بالنسبه لهذه الشهاده، وبالتالي هذه الافكار كلها على كل حال افكار ربما هي مكبوتات نفسيه، ونسميها بالعقد النفسيه الموجوده. لابد وليدي يجيب البكالوريا مثل ما جابوا جاري، مثل ما جابوا الآخر، وهذا هو الخطأ. إذا كان ما جبتش البكالوريا، عندي تكوين، عندي معاهد تكوين، عندي معاهد لدراسة أخرى. ربما المعروف على الجزائر أنه يحبوا كل يعني أبنائهم يكونوا أطباء ومهندسين وغيرها يعني من المهن الراقية، يعني وكأنه هذا المجتمع يعني لازم كما نكونوا يا أطباء يا مهندسين، وهذا هو الخطأ، وهذا ما نعتبرونه بالتخلف، هذا تخلف اجتماعي، لأن لما يكون مهندس وطبيب أين هو البناء؟ أين هو مثلا؟ نعطيك على سبيل المثال الحاجة الوحيدة المقدسة اللي راهي موجودة وما عطاولهاش الجزائريين أهمية، هي الري والفلاحة، لأن المجتمع أي مجتمع بلا فلاحة وبلا ري ما يقدرش يرقى ويوصل للمستوى المطلوب، وبالتالي تسمح لي بهذه الفكرة. لا عندنا يعني الأخ ويتصل من أخ محمد من الأغواط، باش ما خدوش ينتظر بزاف على الهاتف، ربما حيجتازوا أيضا البكالوريا. أخ محمد صباح الخير. أهلا صباح الخير خويا بكر. مرحبا بك، تفضل. أخ محمد نسأل الشيخ بكا. نعم تفضل. حبيت بعض من التلاميذ سواء ابنك او ما قريتش في تعبير شخصي. الاخ محمد يعني ما راناش نفهموا عليك، يعني الصوت خاسر. محمد يكره العلم نتاعو، يكره المدير نتاعو، ما يا محمد عليه بكلام زين بايمون يغدر فيه شغل عدو ليه ولماذا؟ يا محمد فقط عاود طرح عدم احترام تلميذ للأستاذ، هذه النقطة أنت اللي حبيت تسأل عليها. يعني في البعض، حاشا البعض، في البعض أكيد، يعني احنا ما نعمموش، لكن في تصرف أو يفهم المدير تاعو.
نعم الآن تستمع ربما مع الأستاذ مسعود بن حليمة. أخ محمد تحدث حول نقطة مهمة، بارك الله هي شكرا جزيلا على اتصالك محمد حطاب من ولاية الأغواط. أستاذ مسعود بن حليمة، يعني بلك في وقتكم أو إلى وقت قريب ولا في وقتنا ولا سنوات قليلة ماضية، التلميذ يعني لما يشوف الأستاذ، صراحة ذكر أنه كنت نشوف أستاذة تعي في الابتدائي، كنت أحيانا يعني نتخبى نهرب، خصوصا إذا ما كنتش يعني رايح للمسيد، لكن اليوم ربما ما نشوفوش أنه المدرسة الجزائرية ما ولاتش عندها هذيك القدسية، خاصة فيما يخص العلاقة اللي تربط يعني التلميذ مع الأستاذ. وهذا الخطأ موجود. لماذا موجود؟ أولا وقبل كل شيء كما سبق لنا نقول وقلنا أن المنظومة التربوية برمتها فاشلة، ما لازمش نخبي وما لازمش على كل حال نديروا هذا القطاع، لابد أن ننزع القناع. العلاقة بين الأسرة وبين المدرسة تلاشت، ثم بعد ذلك هذا التلميذ هذا المتسبب الرئيسي من هو، رغم أنني كنت أستاذ، هو المتسبب الرئيسي الأستاذ الذي لم تكن له منهجية بيداغوجية يسيطر على التلميذ وكيف يجذب التلميذ ويترك مكانة الأستاذ على أساس أنه أستاذ. الأستاذ الآن أصبح مع كل أسف شديد، ما نتكلمش على الأساتذة، ولكن بعض الأساتذة أصبح بزنس مع التلميذ تاعه، يعني في الهاتف وفي كذا. لكن اسمح لي أيضا أستاذ مسعود بودي، ما تقلت أنه مسعود بن حليمة تقلت أنه لازم الأستاذ يعني يفرض شخصيته وطريقته، لكن الأساتذة حتى ربما كان بزاف أساتذة اللي خرجوا للتقاعد نظرا أنه للظروف اللي ولات في المحيطة بالتمدرس، يعني في الأمس القريب أيضا أستاذ لما يتحدث مع التلميذ ويعيط عليه والله يعني التلميذ ما يقدرش يعني أكيد يرفع صوته، لكن أكيد اليوم أنك تعيط على التلميذ على مصلحته يجي الوالي تاعه يعني يعتدي عليك داخل المؤسسة يعتدي التربوية، يعتدي ويزيد يروح للشهادة الطبية ويزيد كذا ويزيد كذا، لأن عليه هذا الوالي، لأن تغيير المفهوم التربوي وتغيير المجتمع أيضا، تغيير سلوكات المجتمع، لأن هذا الأب الذي يأتي إلى الأستاذ وما يعرفش يعني قدوسية الأستاذ، احنا في الوقت نتاعنا لما يضربك الأستاذ إن شاء الله ما يقولش الأهل نتاعك وما يستدعيكش. العلاقة دلوقتي حتى بين الأستاذ والأسرة، الأسرة راه بعيدة كل البعد عن التربية وعن المدرسة وعن الأستاذ. ربما الأستاذ وقتاش يشوفوه في آخر النتائج في آخر السنة، علاش وليدي ما جابش كذا، وكاين بعض الأولياء تصرفات نتاعهم تصرفات على كل حال قاسية مع الأساتذة، علاش وليدي ما جابش كذا وعلاش وليدي ما جابش كذا. واللي أكثر من ذلك على المستوى الآن على كل حال ربما المستوى أن نخصصوا له حيز ومحور معين. بعد ما استقبلوا اتصال الأخت بتول من معسكر، صباح الخير بتول. صباح النور. نعم تفضلي الأخت بتول. بغيت نسقسي جيت أنا النساء بكاء عزو غير نسبة تقنية من عزو شعله. ما سمعتش السؤال، اليوم عندي مشكل في سماع الاتصالات فقط شباب، إذا أمكن رفعونا الصوت داخل البلاطو. عاودي لي السؤال بتأني بتول من فضلك. صحة نسب النجاح تاع البكالوري. نعم نعبد كاع الشعب نعبد غير الشعب التقني الرياضي ما نعبدش ثابت التقني الرياضي. ربما هذا سؤال اللي تقدر وزارة التربية شخصيا تجاوبنا عليه. قولي لي باتول، انت شتستي امتحان شهادة البكالوريا؟ هذه السنة، هذه 2018. نعم هذه 2018 هذه النسخة. كيف يعني مبسوطها؟ يعني على شخصيتها لانه مبسوطها بنت انه راهي مقلقه نوعا ما. نعم. نتمنوا لك ان شاء الله نجاح بتول، ونقول لك انه هو مجرد امتحان فقط. قولي لي فقط بتول السؤال، يعني كوني صريحه مع نفسك وصريحه معنا، يعني لماذا راك حابه يعني تكوني ناجحه في البكالوريا؟ هل من اجل المستقبل تاعك ام انه باش تفرحي الاولياء تاعك؟ شحال من سبب على جال الفرح. السبب الرئيسي، السبب الرئيسي انا حابه نعرف. قلت لك السبب الرئيسي، يعني الهدف الرئيسي تاعك على جال الفرحه تاع البكالوريا. هذا الهدف ماشي انا راني مقلقه دالنا كاعهم مقلقين على جال المستقبل تاعي، ولا زال العام تاني اللي فوت به تاع تعب وتاع قرايه وكانت ما شاء الله تستاهل هذه الفرحه. ان شاء الله كل التوفيق ليك بتول، ونقول لك ما بقاش بزاف ويتم الاعلان على النتائج، بقاي معنا لانه حتكون فيه نصائح لكل افراد عائلتك. شكرا جزيلا بتول من معسكر على اتصالك.
دكتور ابن حليمه، انا يعني سالتها قلت لها لماذا يعني شنو هو الهدف من انك راكي حابه تجيبي الباك؟ قالت لك من اجل الفرحه تاع الباك وفرحه العائله. يعني حتى التلميذ اليوم ولينا نقولوا نجيبوا. نعم. حتى انا كنت نقولها يعني كنت نقول انا معليش يعني، لكن المهم انه نجيب البكالوريا على جال الوالده تاعي اللي هي تقول لك على جال العائله تاعنا، كي يقول لك على الاقل انه باش الزغاري تكون في البيت تاعنا ونرفع لهم راسهم امام الجيران، عكس انه من المفروض انه البكالوريا تكون تحدي دي في تاع الواحد انه ينجح ويدرس تخصص اللي حابه في الجامعه ويبني مستقبله ويحقق المستقبل تاعه. في الحقيقه هذا يعني ربما هذه في الجزائر فقط. نعم نعم، عادات هذه العادات والتقاليد المستورده، هذه مستورده يعني باش هذه في الجزائر. نعم. ما فيش بلد اخر. نعم. يعني ما نقولش انا انه في فرنسا. نعم. ولا في الدوله اخرى. نعم. التلميذ يقول لك انا نجيب الباك باش تزغرت الوالده تاعي ولا تدير قهوه ولا. هذه تعتبر على كل حال من العقده النفسيه لهنا والحرمان من العلوم للاهل، لانه يقول لك نفرح الاهل نتاعي، وهي البكالوريا لما تجيبها تقول لك باش المستقبل نتاعي ونفرح العائله تاعي، معنى ذلك لهنا راني نقص من القيمه العلميه، لان لهنا القيمه العلميه معناها انا راني ندرس من اجل شيء معين، لا انا ندرس من اجل القيمه العلميه، نعطي قيمه للعلم ونعطي له مكانته للعلم، لان البحوث لان العلم هو اللي طور البلاد، هو اللي طور الوطن، وهو اللي طور شخصيه الانسان. اذا كان كنت وهذا هو هذا المشكل الوحيد اللي راه وقعنا الان في الجامعات نتاعنا، لما نجيب البكالوريا ونبقى عامين وثلاث سنوات وربع سنوات في الجامعه، معنى ذلك القيمه العلميه قد تلاشت، وبالتالي لهنا المقارنه وين راهي موجوده لهنايا، على اساس ان هذه العادات السلبيه والعادات والتقاليد والقواعد العرفية اللي خلقها المجتمع الجزائري، ما هو هذا؟ أنا أعتبره سلوك غير سليم، لأن لهنا ما شنو باش يبرز هذه العقدة النفسية الموجودة فيه، باش يبرزها أمام الآخرين، واللي يجي جاب بكالوريا بنتي جابت البكالوريا، ويصبح احتفال ويصبح كذا يعني التفاخر يعني. نعم. حتى نعم. البكالوريا ولات وسيلة ربما لي كما احنا نقولوا رد الساعة صاعين ما بين العائلات. نعم. نذكروا يعني في بعضنا. نستقبلوا اتصال آخر. الأخت منال من تلقورت، أهلا بك. نعم صباح الخير منال. منال من فضلك نقص الجهاز التلفزيون وسمعيني عن طريق الهاتف. صباح النور لاباس. الحمد لله. راح تشتزي البكالوريا منال؟ اشتزتي البكالوريا منال؟ صباح الخير اخ محمد لاباس. الحمد لله، مرحبا بك، تفضلي. صباح الخير. صباح الانوار، نسمع فيك 10 على 10، فقط نقص الجهاز التلفزيون وسمعينا عن طريق الهاتف. نقص جهاز التلفزيون. صباح الخير اخ محمد. صباح النور، تفضلي الاخت منى. انا جوزت امتحان شهاده البكالوريا 2018 احرار. اها. ورئيس الوزيره ما احتاج حتى على حاجه على الاحرار، يعني ما جاني والو فيما يخص الاحرار. يعني كما قلت لكم هذه ربما الأسئلة والتساؤلات ما نقدروش نجاوبوا عليها، لأنه البيان تاع الوزير أمس كان واضح، لكن نقول لك أنه أنت حسيتي أنك خدمتي في هذا الامتحان منال؟ ما زلت خدمتي، أني ما كنتش موثقة أني نخدم، خاطر كان عندي معهد وكان عندي الباك في نفس الوقت، ما قدرتش أني نوفق ما بين زوج. لا لكن إن شاء الله يكون الخير هذا المساء الأخت منال. احنا نتمنوا لك النجاح، وحتى ولا قدر الله ما كنتش من الناجحين نقول لك ما تقطعيش الأمل، لأنه مازال العام المقبل والبكالوريا ما راهيش كل شيء أستاذ. نعم. نعم بطبيعة الحال. مبروك مسابقة للنجاح في البكالوريا. نشكرك كثير على اتصالك منال. منال قالت لك انه حتما ما جابتش يعني في المرة الأولى، وبعدها سجلت في المعهد وسجلت في البكالوريا الأحرار، وحبت يعني كما نقولوا تقارن بيناتهم. ربما نعاود نقولوا قضية انه المشاحنات ما بين العائلات، بعد ما نروح انه حتى الدكتور الشهادة ربما لي أقل من البكالوريا مثلا، حتى وإن واحد نجح في التكوين المهني أو باك يو اف سي ولا غيره، لا يتم الاحتفاء به
بنفس ربما الدرجة ولا ما يعطلوش الشهادة تاعو نفس الأهمية مثل شهادة البكالوريا؟ بالفعل هذا ربما هذا المفهوم الاجتماعي هو اللي غير القيمة العلمية، لأن أصبحت حتى يعني القيمة العلمية شهادتين، شهادة اليو اف سي وشهادة على كل حال النظامية، وكأن اليو اف سي ليس لها علاقة مع المناهج التربوية والمناهج اللي هي موجودة، وهذا هو الخطأ. لابد العلم هو العلم، العلم ما كانش اختيار في العلم سواء كان أدبي أو علمي أو رياضي أو تقني أو فلاحي إلى 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 إلى، العلم هو العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. ولكن احنا المجتمع الجزائري لأننا نشوفه الآن يعني بعض نمشيو بعض التخصصات ومن بعد يكملوا الجامعة يصبحوا يعني كما نقولوا احنا يرجعوا بخف حنين، وهذا هو الخطأ. لأن حتى التكوين ما نجحتش في البكالوريا راح ندير تكوين، لما ندير تكوين التكوين هذا ماهوش لابد يكون عندي تكوين محدد، نشوف التكوين اللي هو يناسب الهويه نتاعي والميولات نتاعي والميولات نتاعي. احنا نشوفوا مثلا كما حتى يعني المناهج التربويه نتاعنا نشوفوا في بعض الـ 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 نشوفوا في الثانويات كيف تروح مثلا واحد اللي مختص في الرياضيات يجيب 16 في الرياضيات او 17 او حتى 18 في الرياضيات وروح يوجهه للطب، هذه يعني حرام، هذا يعني كيما نقولوا احنا مين المستعلات وجهه للطب للشوا نتاعو، عنده هو الرياضيات راه متفوق على شيء خليه الرياضيات، جاب 18 90 في 19 في العلوم خليه في العلوم، جاب في الادب خليه في الادب، كلهم يحبوا يكونوا اطباء ومهندسين. نعم هذا يعني مشكل كبير، لابد لهنا حتى التوجيه خليه لما متفوق في حاجة ما تغيرلوش، ما تعطيلوش رشوة في الجامعة، هو الرياضي هو مثلا متفوق في الفلسفة، علاش تروح تعطيله مثلا التقنيات؟ لا ما يعطولهمش التقنيات، فلسفة يعني أقصى شيء يعطولو حقوق، نروحو نستقبلو نعم حقوق، علاش تعطيلو حقوق؟ نروحو نستقبلو اتصال آخر الأخ محمد من ورقلة، صباح الخير محمد. يا محمد نعم ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير وصباح الخير للضيف الكريم الأستاذ الكريم اللي معك. صباح الأنوار، تفضل محمد. إذا تفضلك أخي الكريم، حبيت برك ندير تجربة شخصية، أنه البكالوريا ماهيش أساس أكمل فيها. لا فقط شباب إذا أمكن رفعونا الصوت فقط داخل البلاطو حتى نستمع للمتصلين بطريقة جيدة. محمد على ما فهمت أنك حاب تعرض تجربتك مع شهادة البكالوريا. وين طبيعة الحال دوك الناس اللي ما جابتش البكالوريا؟ تفضل أنا نسمعوا لي. الناس اللي ما جابتش البكالوريا أنا 8 سنوات من 2000 حتى 2008 باش ربحت البكالوريا تاعي. ما شاء الله، يعني 8 سنوات وانت تجتاز في البكالوريا. 8 سنوات، لكن دوك الحمد لله دوك ولات كاين معاهد التكوين، كاين مانيش نسمع فيك مليح، بك انا مانيش نسمع فيك. انا نسمع فيك 10 على 10. داكور قلت لك دوكا الان البكالوريا ماهيش هي كل شيء في الحياه، لانه دوكا كاين بدائل وكاين اختصاصات في التكوين المهني وكاين في معهد التكوين. انا نخدم في شركه طيران وقريت في التكوين المهني، وهذاك اللي سمحت لي نخدم في شركه طيران، يعني عندي منصب ما شاء الله، وحتى شهادة ليسونس تاعي اللي درتها في الإعلام راهي مانيش نقول لك مانيش محتاجها، لكن تاع التكوين المهني كانت عندها دور كبير في الحياة، وفي زملاء أيضا تقنيين ومحاسبين وغيرها البكالوريا داوها تحسين مستوى فقط، لأنه لما يربحش هذا العام يربح العام الجاي يربح مرة أخرى، ماشي الحياة تحبس في البكالوريا ولا في الرسوب ولا بالعكس. قريت في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنوبر البحري ومن خير الاساتذه اللي قراوني، قريت في الجامعه الليليه ايضا في الجامعه المركزيه، وبعدين باش قريت في الاي اف سي وما ندمتش اللي قريت في الاي اف سي بصح. التكوين المهني هو كان الاساسي في الوظيفه اللي اشتغلت ايضا 2002 2005. نعم محمد، يعني ما شاء الله عليك طاقة إيجابية، أصبح يعني 8 سنوات، قولي في هذه 8 سنوات يعني أنت في كل مرة يعني من سنة 2000 وأنت تجتاز البكالوريا وما تجيبهاش وتعاود تجتاز، يعني لما كنت تجي نتائج ويعني تعرف روحك باللي أخفقت ما كنتش تقول خلاص يعني هذا العام ما نزيدش نعاود نجتاز البكالوريا. ونقول لك علاش أخي الكريم، لأن المعدل تاعي
لأن المعدل تاعي كان بين 99 97 99 95، صافي ما كنتش ملي عندي معدل 5 من 20 أو 6 من 20 أو 7 من 20، كنت ديما كان نقص قليل جدا. هذاك اللي خلاني ومن بعد هذاك اللي حفزني والحمد لله جبت معدل مليح. بعد وفي العائلة وفي المحيط يعني كيفاش كان؟ نعرفوا احنا انه الجزائريين دائما لما يشوفوا امر غير عادي تكون يعني في استهزاء واحيانا ربما تشجيع. يعني تم سنوات شكون اللي شجعك في هذه تم سنوات؟ شوف انا كنت متبع بالموضوع من صباح تبع فيكم انه الماجوريتي تاع الجزائريين او اغلبيه الجزائريين يتمنوا البكالوريا، وحتى هذيك الطفله اللي شفتها في الحراش اللي توفى الوالدها وكلش صراحه عجبتني، ماشي ما عجبتنيش القصه، بصح المحفز لازم يكون نفسي داخلي، لانه التحدي يكون تحدي نفسي، لانه الوالد ولا الوالده ولا حتى الجيران ولا صح نفرحوهم ويكون تحدي، لكن المستقبل اللي كنت لانه اكبر تحدي واكبر جهاد هو جهاد نفسي، انك انت تكون الشخصيه تاعك. وعجبتني ثاني حبه تكون اعلاميه وان شاء الله نتمنى لها من اعمق قلبي، لكن ما يحبسش الحياه والمستقبل في البكالوريا، نو نو ابدا ابدا ابدا، لانه النجاح انت اللي تصنعه سواء في التكوين المهني ولا في البكالوريا ولا في اي شيء اخر، المهم انه تكون راضي على نفسك اهم شيء. نعم، قل لي في هذه التم سنوات العائله تاعك يعني كيفاش شكون اللي شجعك فيهم؟ وقل لي شحال جبت المعدل تاع البكالوريا تاعك؟ تجي يعني انا كنت انا الكبير في خوتي وجبت مع خوتي صغار، انا كنت بحاس اتجهت كان من عند الوالد والوالده، ومعدل البكالوريا تاعي كان تقريبا 11.86. شحال المعدل ما سمعتوش مليح؟ كان 11.86. 11.86 يعني شفتوا احرار. احرار يا خويا، الف مبروك. نشكر كثير محمد على اتصالك وعلى نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، ونشكر الاستاذ اللي معك لانه حقيقه قال واحد النقاط عجبني بزاف، هو اللي شد لي الانتباه، لاني تبعت شويه ومن بعد رحت خدمت ومن بعد هو اللي لفت لي الانتباه تاعي بالمواضيع اللي هو يطرح فيها. وبارك الله فيكم ونهاركم مبروك ان شاء الله. ان شاء الله، نشكرك كثير محمد ونتمنى لك التوفيق في حياتك ودائما تريح بهذه الطاقه الايجابيه. الجزائريين كل ان شاء الله ينجحوا الطلبه تاعنا ان شاء الله يا رب. استاذه مسعود بن حليمه، يعني محمد قال لك تم سنوات يعني من 2000 حتى 2008 باش خذ البكالوريا، في كل مره يجتاز البكالوريا ويفشل، يفشل بمعدل 9.98 9.96 9.92، لكن رغم ذلك بقى فيه هذا الاصرار. يعني من الناحيه النفسيه كيفاش نفسر هذا؟ تحدي، هذا تحدي، لانه اراد ان يثبت شخصيته واراد ان يبني شخصيته بمفهومه الخاص، وبالتالي هذا التحدي والتصدي لانه أصبح يدرس يعني بينه وبين نفسه لماذا أنا لم نصل إلى هذا المستوى. هذا كان تحدي، ما هوش رغبة في البكالوريا وإنما رغبة في إثبات الوجود وإثبات مستواه الفكري وبناء شخصيته. ولذلك هذا يعني أمثال محمد يعني يوجد كثيرون، ونقدروا على كل حال نشكرهم كثير، لأنه الهدف نتاعه ما كانش هدف هو البكالوريا، وإنما الهدف هو أنه بناء الشخصية نتاعه يصل إلى الهدف المنشود، وقارن نفسه بهذا لماذا أنا لم أكن مثل الآخرين، ما هو الأسباب؟ فهو في 8 سنوات بحث عن السبب وبحث عن الضعف، عن الضعف الموجود فيه، وبالتالي أثبت وجوده بجدارة واستحقاق وحصل على البكالوريا. ورغم التصريحات نتاعه أن حتى يعني البكالوريا مش يعمل بها ويعمل بالتكوين المهني، فلذلك كما سبق لنا نقول أن البكالوريا ليست مشروع حياة، ولا بد على الأهالي أن لا يضغطوا على أبنائهم، وخصوصا الدولة الجزائرية الحمد لله رمضت يعني ما كانش حد ما حددش سن البكالوريا، ما حددش السن يعني حتى 60 سنة تجوز، 70 سنة تجوز، 80 سنة. احنا شفنا على كل حال، قريت مجلة إيطالية، واحد جوز البكالوريا في إيطاليا 100 سنة في عمره 100 سنة وجاب البكالوريا. جميل، يعني كل هذه الطاقات الإيجابية. راح نستقبل اتصال آخر. الأخت عبير من باتنا، صباح الخير. ألو، نعم عبير، هل أنت في الاستماع؟
معنا عابر؟ للأسف انقطعت المكالمة، نتمنى أنها تعاود تتصل. نعود نذكر برقم الهاتف 023-71-89-67. أستاذ مسعود بن حليمة، نعود نولو إلى نقطة أنه اليوم البكالوريا ولا تصفية حسابات ما بين العائلات، ولا توسيرة لإثارة غيرة الجيران وأحيانا الأقارب. يعني ربما كان بلك نقول لك أنه 80% من الضغط تاع شهادة البكالوريا على الأولياء سببه أنه كيفاش وليد أختي يجيب الباك وليدي ما يجيبوش، ولا بنت جارتي تجيب الباك وبنتي ما تجيبوش. يعني حتى البكالوريا دخلناها في الصراعات الداخلية الشخصية تاع الإنسان. يعني في الحقيقة هذا مفهوم سلبي وخاطئ، وخاطئ جدا جدا، لأن عليه لما أنا نقول للأسرة الجزائرية التي تنافس وتقول على شجارتي جابت البكالوريا وما جبتهاش، أول ما قبل كل شيء تفكر كيف كانت تتابع دراسة ابنها أو ابنتها. ولذلك إذا كان هذه اللي جابت هذه بدون شك راح يتبع في الطالب نتاعها، تتبع وليدها ولا بنتها من بداية السنة إلى نهاية السنة، علاقتها مع الثانوية، علاقتها مع المدير، علاقتها مع الأستاذ إلى غير ذلك. وإذا كان أنت هملتي الابن نتاعك ولا بنتك وما عطيتيلوش المكان نتاعه، ما كانش هناك عملية تتابع وما كانش عملية امتداد، وبالتالي لما يسقط في البكالوريا، أنا نقول المتسبب الرئيسي هي الأسرة. ثاني كذلك أيضا الأسرة ثاني عندها دور، لأن عليه ما ساعدتش هذا الطالب أو ما ساعدتش هذا الطالبة لنيل الشهادة. إذا كان مشاكل موجود، مشاكل عائلية، ربما هناك بعض ربما حتى دكتور أحيانا تكون الأمور يعني عادية ويوفر له كل الظروف والدروس خصوصية، لكن قدر الله انه التلميذ ولا التلميذه ولا الابن ولا الابنه ما جابش، اخفق يعني في البكالوريا، لكن كانه يحملوه وزر انه بهدلتني مع الفاميليا ولا بهدلتني مع الجيران ولا خطا. هذا مفهوم سلبي، لان لماذا؟ بالعكس كان من المفروض العكس، والعكس صحيح. قال معليش ما جبتش البكالوريا العام هذا، العام الجاي ان شاء الله حضر روحك العام الجاي ونكونوا معاك، ولو العام الجاي جيبها، وعام ما كان والو راهو رمش عين على كل حال، ونشوفوا الزمن كيفاش راه يمشي الان، غمض عينيك هو جاز العام. وبالتالي لهنا كان تشجيع حتى يعني الطفل هذاك، هذه التوصيات والتشجيع للطفل هذا يعاود ينتبه ويعاود يركز نفسه من جديد. وانا ناكد له باللي يعاود يجيب البكالوريا مثل هذا مولا 8 سنوات لما كان فيه متابعه وكذا وجاب البكالوريا، ما بالك الانسان اللي تشجعوا العائله. لا نعم اكيد. نشكره كثير الاستاذ مسعود بن حليمه. نواصل نستقبلوا اتصال اخر اذا فيه وقت شباب. ربما نروح إلى الأخ عمر من عين مليلة اللي راه معنا عبر الهاتف، باش نستقبلوا آخر اتصال معنا لنهار اليوم. أهلا بك عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضل عمر. والله راه نسقسيك أستاذ، عندي طفلة بنتي الرغبة تاعها دارت علوم، هي طلعت الدوزيام ثانوي. هي علوم، الرغبة تاعها علوم، راحوا داروا هذه هندسة الطرق. وكي درت الطعن رفضوا لي الطعن تاعي. ما فهمتش انا الطفلة الرغبة تاعها في العلوم هي عندها هي لحقت البكالوريا ولا لا؟ 16 17 طلعت الثانوية بريمير ثانوي، راحوا داروها لي هندسة. ربما ما قدروش احنا نجاوبوك على هذا السؤال، لكن الاستاذ مسعود بن حليمه راح تكون عنده ربما كلام وتدخل حول يعني توجيه التلاميذ في المرحله الثانويه ومدى علاقته بالنجاح في شهاده البكالوريا. شكرا جزيلا على اتصالك. اما قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال مشاهدينا الافاضل، نروح الان الى القسم الرياضي والى المركب أو المركز التقني للمنتخب الوطني بسيدي موسى، أين تجرى الآن فعاليات قرعة البطولة الوطنية؟ نعم نتابع يعني بالتفصيل. واللي ما عندوش بطبيعة الحال حاجة يعني مليحة. النقطة الرابعة لدروا تيفي، حقوق البث، كاين اللي الفرق كاين اللي استفادوا من حقوق البث، وكاين فرق اللي ما استفادوش، ونتكلموا في الموضوع هذا. النقطة الخامسة هي العملية تاع تأهيل الملاعب اللي بدات
في بداية يعني من تقريب من 3 أسابيع وهي مستمرة. باش نعطوكم يعني كذلك رؤساء الأندية يدوا ظرف فيه كل تولي ريزيرف اللي داروهم اللجنة اللي خرجت المعاينة، أو نعطوا الكلمة للرئيس اللي عينوا المكتب تاع الرابطة من أجل المتابعة تاع الملف هذا تاع لوديت دي ستاد. نظن هذا هو لور دي جور. إذا كان فيه أمور أكيد يكون نقاش تاع رؤساء الأندية، وحنا يعني واجدين لكل هذا. في نهاية الاجتماع الصحافة يكون ان بوان دو برس، يجوا مرحبا بهم ونديروا لقاء اللي يعني من اجل استفسارات النقاط اللي يشوفوا فيها لازم نطرقوا لها. نظن هذا هو جدول الاعمال اللي درناه، وان شاء الله الاجتماع تاعنا هذا يفوت يعني القرعه تاعنا تفوت بخير وعلى خير. كانت هناك نعطي توضيحات، كانت هناك في بداية الأمر دو فاريونت اللي دارهم الديركتوار، وكان من المفروض يكونوا في 24 جوان في المكتب الفيدرالي. بطلب مني أجلت هذا الكشف عن الرزنامة حتى ندير اللقاء الأول مع أعضاء المكتب للرابطة، وبعدها لقاء مع رؤساء الأندية، لأن رؤساء الأندية هم اللي معنيين بهذا الرزنامة، وأنا حبيت يكونوا معنا باش نديروها يعني أمام الصحافة وأمامهم. هذا يعني كان نقطة أولى. من بعد الرابطة دارت يعني دو زوتر فاريونت، ومن بعد دارت دو زوتر فاريونت، ولكن استقرينا على لي دو فاريونت اللي بعد المعاينة، بعد يعني كل الأعضاء تاع المكتب تاع الرابطة داو هذا اللي فاريونت وشافوهم. ولكن باش تكون على بالكم هذا الكالندري يندار نراعو الفرق العاصمية باش ما تستقبلش في 5، ضيف إلى ذلك فريق رائد القبة، ناخذوا بعين الاعتبار فريق تاع بجاية والموب تاع المولودية تاع وهرن ولازم تاع السيربي والنهد. هذا كل ماشي سهل، كاين مانيش نقول انا اللي درت، كاين تقنيين في الرابطه الوطنيه، كاين ناس اللي عندهم الخبره هما اللي داروا. وفينالمون شفنا لي دو فاريونت اللي داروا الاولين فيهم كل المواصفات، وكاع الاخوان شافوهم. نظن استقرينا على دو فاريونت راهم هنا، فاريونت 2 وفاريونت 4. وهل يعني ممكن أي واحد منكم يجي يدير العملية؟ أي واحد العملية تاع السحب ولي فاريونت أرام لهنا، جبناهم كل شيء. وهذا الاختيار اللي وقع لي أمور تقنية، وما كانش فيه باش نكون واضحين، ما كانش فيه لا حمراء ولا زرقاء، ما كان لا أفونتاج لهذا اللي جبدوا يعني الفاريونت اللي تنختار. مبروك على كاع الناس وأعضاء المكتب تاع الرابطة ممثلين للأندية. لو كان شافوا أي حاجة يعني فيها هاك ولا هاك ما كانش اللي يتكلم، وما عندناش الشك. ولكن كما قلت أنا في المكتب الفيدرالي مانيش حنا ماناش شاكين في هذا لي فاريونت اللي نداروا، ولكن قال لك أول من قال لك بلا ولكن ليطمئن قلبي. فقط أنا حبيت الرزنة ما نديروها أمام الرؤساء. الرؤساء هم اللي انتخبوا الرئيس وانتخبوا المكتب تاع الرابطة، وهذه تدخل في إطار الشفافية، في إطار يعني الشفافية في أي شيء كانت. وهذه الاجتماعات تتكرر عندما تقتضي الضرورة تتكرر، ونتكلموا ومن بعد يعني نطرقوا الأمور أخرى. نظن نباشروا في العملية. إلا كان واحد متطوع معليش، تفضل سي محمد. تفضل سي محمد. سرا اسيستي حمو، تفضل. ها ما هنا شوفوا، لا كاين سخونه ولا كاين البرده، ها هذا هو. احنا الخبره تاعنا خلاتنا نطرقوا كاع الامور. ما تقول لي ما نقول لك، ها هذا.
Non, deux calendriers de la île, il a deux, parce que il me suit deux. Est-ce qu'il y a une différence? Non, aucune différence. Ma brine, je ne joue pas le calendrier. Il y a un jour où il y a deux variantes. Il y a une différence entre les deux. Oui. Ah, au lieu de le premier match, tu l'as avec Chlef, ربما تلعب مع مقرى، ربما تلعب مع نابا إلى آخره. دو فاريونت عادي اللي جا هذا هو نورمال عادي. سي محمد عندك الخبرة نورمال مو هذه الأمور. لا دي فاريونت كان خدمت بين ديفيرونس أونتر لي دو. نو يا با ديفيرونس. شكون اللي باغي مسيو بريزيدون باش لما طلعش الحرج يقول لك لافو تاعو هو جبد هذه خلط Variant 4. C'est bon. C'est le Mouloudi Alpac. Premier derby. Voilà. La variante 4 qui a été choisie. ولا تيري سي محمد العايب لا بريزونس تاع سي محمد المرو سي زعيم ودروك تنعطى لكم اون كوبي شاكا وهذا هو سي سا هذه هي القرعه تبغي نعطيكم لا بروميير جورني تاع لا اون لوسما تاع جنات سي اس نت ام سي يو كابا جي اس كا جي اس اس لو ام اي دي موب سيتيف لو اس ام بي ا بالعباس سي ار بي عين مليله مولوديا باك لا بروميير جورني هادي لا دو حراش ماغرا سكيكدا لو اس ام مستغانم سعيده العلمه لا جي اس ام بي غليزان لو اس ام بي بليدا الوات لمسان ايسو شلف ازمودورو بيسكرا لوسما عنابا et la BS ainsi Kuba. Voilà. مرحبا بك سي مورو في شلف. مرحبا بك. Voilà, هذا هو النقطة الأولى تمت. الإعلاميين يغادروا القاعة باش يخلونا نباشروا أشغال اللقاء تاعنا هذا أجمع كاين كل واحد عنده غير يقعدوا دوك يجيب لكم سير بلاص كاين ويكون من بعد كي تنتهي الأشغال يكون أن بوان دو بريس. إذن مشاهدينا الأفاضل كانت هذه قرعة البطولة الوطنية التي تجرى أشغالها الآن بالمركز التقني لتحضير المنتخب الوطني بسيدي موسى. كان هذا عبد الكريم دوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم. إذن في هذه الأثناء ستستمر الأشغال على أن تكون فيه ندوة صحفية بعد الانتهاء منها. إذن في البطولة المحترفة الأولى المقابلة الافتتاحية للجولة الأولى ستكون بين مولودية الجزائر ونادي بارادو في قمة عاصمية، بينما بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية فالمواجهة الأولى ستكون بين اتحاد الحراش ونادي مقرة. بالتوفيق لكل الفرق الرياضية. نعود نحن إلى البلاطو وهذا العدد الخاص من برنامج الشروق مورنينغ
كان مخصص لنتائج شهادة البكالوريا. معنا الآن الأستاذ مسعود بن حليمة المختص النفساني. في الختام الأستاذ مسعود بن حليمة، نصائح نوجهها للعائلات، سواء العائلات اللي إن شاء الله حتكون عندها الفرحة، وللعائلات اللي قدر الله وما فازوش أبنائها. والله في الحقيقة أولا قبل كل شيء احنا نقولوا للعائلات الجزائرية لابد هنا من التفاهم الموضوعي أولا وقبل كل شيء، لازم يكونوا متفاهمين موضوعيين. وقضية الفرحة على كل حال، الفرحة بطبيعة الحال لما نفرح، ولكن نفرح ماهوش بتهريج احنا شفنا يعني ولات الافتتاح بالألعاب النارية، الألعاب النارية أو أشياء. نعطي مثال بسيط، في سنة 2012 هناك عائلة جابوا لهم البكالوريا، وعدوه بالهدية نتاعو تكون سيارة، راحوا شراو له سيارة فعلا، ولما جاب البكالوريا إعلان النتائج مباشرة هز السيارة وراح، راح على أساس يعبر على الفرحة نتاعو. للأسف الشديد دار حادث مرور وتوفى هذا اللي جاب البكالوريا، توفى. ولما توفى على كل حال واش هو الناتج من ذلك؟ يعني شوف يعني وين وصلت الأسرة، لأنه بدل من الفرحة نتاع البكالوريا من فرحة ولات إلى جنازة. ولذلك لهنا ما لازمش تكون عندنا مفاهيم، يعني ولو يحتفلوا بمكانهم، نعم يعني احتفال تاع الملاعب، نعم سلبية. وثاني كذلك اللي ما جابوش البكالوريا، أنا نقول لهم باللي الحياة موجودة والعام الجاي رمشة من العين تقدر يعني تواسي. وأنا نقول الأسرة، خصوصا الأسرة ما لازمش تضغط على ما جابش العام هذا، لازم بالعكس تزيد تشجعوا وتزيد تكونوا وتزيد على كل حال ما تأثرش عليه، لأن هناك ربما يؤدي بنفسه إلى بعض التصرفات الغير لائقة، ربما يذهب إلى الانحراف، ربما يذهب إلى شيء. فلذلك لابد هناك من تشجيع هذا الطفل، قال ما جبتوش العام هذا لازم، وما تغيرش السلوكات نتاع الاهل نتاع الام والاب والاخوه والاخوات. فهي البكالوريا قلنا ماهوش مشروع حياه، وانما البكالوريا محطه من محطات الحياه. نعم محطه، هي شهاده ما جابهاش العام هذا، يجيبها العام هذا. ونزيد نوجه، ربما باش تجيب نتا البكالوريا بعشره وتبقى مكتفي الايدي، يعني حتى التخصصات اللي رانا نشوفوا راه 14 و15 و16 وحتى يعني 17 18 من 14 فما فوق. فلذلك ما جبتهاش العام هذا، ممكن العام الجاي بدل بتجيبها 10 ممكن العام الجاي بتجيبها ب 14، تروح للتخصص يعني اللي هو جميل. ولذلك هنا العائلة الجزائرية لابد أن تتخلى عن هذا المفهوم الخاطئ، على أساس أن البكالوريا مشروع حياة، على أساس أن البكالوريا نحتفل بها مثل ما نحتفل بالأعياد الدينية والأعياد الوطنية. لا، البكالوريا شهادة عادية. وما ننساش العائلة الجزائرية رانا غير إحنا المستعمرات الفرنسية اللي عندها البكالوريا، أما البلدان الأخرى نتاع العالم كل ما عندهمش بكالوريا، عندهم توجيه من ابتدائي حتى التخرج من الجامعة. احنا نتمنى أن النصيحة تكون وصلت. ودائما نقولوا أنه ماشي الابن ولا الابنة، يعني ماشي لازم أنه يكون ناجح في الدراسة فقط، لكن تبقى التربية والأخلاق يعني هي الأساس، وما البكالوريا أو كل الشهادات ما هي إلا تكملة لهذا المسار. شكرا جزيلا أستاذ مسعود بن حليمة. قل لي أنت الوقت جبت البكالوريا تاعك؟ أنا بكالوريا 80. شحال المعدل اللي كان؟ 13.75. ما شاء الله حافظ التاريخ ويعني والمعدل. شكرا جزيلا أستاذ مسعود. عفوكم سيدي حليمة. إذا مشاهدينا متواصلين معكم في هذا اليوم المفتوح، ما دام أنه احنا حكينا شوية على الرياضة قبل قليل. دائما يقول لك أنه ناس ناجحين ماشي فقط لداو البكالوريا، لكن فيه رياضيين اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا وشافوا بلي الخبزة راهي في الملاعب وليس في الجامعات. الله غالب معظمهم أقصى تقدير التاسعة أساسي البيام بلا ربي. معليش ليست البكالوريا المهمة، وإنما أنه واحد كما قلت يكون الأخلاق والتربية والعديد من الأمور. مثلما يعني العائلات راهي تعيش على أعصابها، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي راهي تعيش هي الأخرى على أعصابها. وناجية دغموم عاشت الأجواء هذه وتنقلها لنا في فقرة نت نيوز. نروح مباشرة عند ناجية.
يلا صباح الخير نجي. صباح الخير محمد، صباح الخير لكل المشاهدين متتبعي الشروق مورنينغ، وبالأخص لرامي السناوي الآن في فقرة نت نيوز اللي كما قلت تطغى عليها نكهة البكالوريا، حيث أنه مباشرة أقول بعدما أنزلت وزيرة التربية نورية بن غبريط تغريدتها اللي أعلنت من خلالها عن توقيت الإفصاح وإماطة اللتام عن نتائج البكالوريا، احتلت هذه التغريدة امتحان أو احتل هاشتاغ امتحان شهادة البكالوريا الترند على تويتر، وبدأت تتهاطل التعليقات. هو الثاني يعني الترند على البكالوريا على تويتر هو الثاني. نعم، تعليقات هاطلت، البعض كان يفضل لا يكون التوقيت على 8 مساء، قالوا لها يا وزيرة لكم خليتينا على الأقل تعشينا ومن بعد فاجعينا بالنتائج. البعض الآخر علق على أنه تمنيت أنه لو كان في مكان قلبي ثلج باش ما نحش بهذاك الخوف والتوتر وهذاك السسبانس تاع نتائج البكالوريا. كما نشاهد التعليقات، سارة دي أش قالت ألف مبروك البركات رابح، قال مبروك للناجحين مسبقا حظا أوفر للبقية في المرات القادمة، مسيرة الحياة لا تتوقف على البكالوريا. أكيد. يعني كما قلت أنت الحياة ليست فقط بكالوريا. من غير تغريدات أيضا وش فيها؟ كاين الكثير. البعض ذهب إلى تذكر ذكرياته مع البكالوريا وكيف كان الانتظار لهذا الحدث المهم بالنسبة لحياته. البعض قال لك نتفكروا كيف كنا في الباك، والبعض قال لك من أصعب الأوقات اللي مريت عليها في حياتي. نمر إلى فيديو لربما الآن، أو قبل ما أن تابعوا هذا الفيديو، زميلنا كريم بالعربية ومتواجد بالمركز التقني بسيدي موسى، ومعاه الرئيس السابق لنصر حسين دولي، كان مرشح باش يكون على رأس الرابطة المحترفة لكرة القدم سي مراد لحلو. كريم صباح الخير. كريم، أنا أول سؤال حابك تطرحه على سي مراد لحلو، هل عنده البكالوريا؟ وش من عام اجتاز وش حال معدل تاعه؟ صباح الخير محمد، صباح الخير لكل مشاهدي الشروق نيوز. اذا الرئيس قبل ما نبداو طرح عليك سؤال المقدم، قال لك يعني اسكو عندك البكالوريا، واش من عام جوزتها واش من عام اللي خديتها وشحال كان المعدل تاعك؟ لانه اليوم راح يكشفوا على البكالوريا. ما عنديش معدل شباب قاعد ولا خلوها مسطوره هي. هاك تلقيت الاجابه محمد. اذا متواجدون ب فيه البكالوريا المركز التقني بسيدي موسى، اين تم عنده البكالوريا؟ نعم محمد، ما سمعتش الاجابه، هل متحصل على البكالوريا ام لا؟ قال لك عندي البكالوريا لكن المعدل يعني يلا يكشف على المعدل ضعيف، مثل ما نتائجك في الانتخابات تاع الرابطه المحترفه كانت ضعيفه للاسف سي لحلو، يعني ما ديناها لا في البكالوريا لا في الانتخابات، معليش ربي يفتح حاجه ما خير احسن. فعلا محمد فعلا. اذا متواجدون كما قلت بمركز التقني بسيدي موسى، اين تم الاعلان عن رزنامه موسم 2018-2019؟ الجولة الأولى محمد، راح الفرق اللي ربما أهم لقاء في الجولة الأولى هو لقاء مولودية الجزائر نادي بارادو الديربي المنتظر، هناك مباراة أخرى مثل مباراة الحامل للقب شباب قسنطينة أمام فريق نصر حسين داي، هناك أيضا شبيبة القبائل اللي راح تلاقي شبيبة الثورة بملعب أول نوفمبر، الصاعد الجديد جمعية عين مليلة راح يلتقي بشباب الوزداد على ملعب 20 أوت. إذن حتى لا أطيل عليك، معي الآن الناطق الرسمي لفريق النصر حسين داي السيد مراد لحلو، راح ناخذ انطباعه حول هذا الرزنامة. سي مراد، يعني أول شيء يعني ما تعليقك على الرزنامة؟ أسكو راكم راضيين عليها؟ بسم الله صرصر مع رسول الله. على كل حال نجاوبوا على السؤال تاع المعدل، لظروف كرة القدم كاع ما عندهم 16 على كل حال. ولكن نرجع للرزنامة، على كل حال كان نصر حسين داي بدينا يعني هذه السنة مثل السنة الماضية أننا راح نقابل شباب قسنطينة،
وان شاء الله تكون يعني مقابله شيقه، وكما نقولوا خلاص رانا دخلنا في يعني غير تصدر رزنا ما هذه الفرق كاع راح تدخل في البطوله. وفي الباقي اللقاءات يعني اسكو انتم راكم راضيين على الرزنامة؟ ما الرزنامة بصفه عامه هي رزنامة، يعني اي فاريونت اللي كانت تخرج في القرعه هي ترجع دائما انك راح تلعب مع المولوديه وتلعب مع البارادول وياسما. ولكن احنا نصر حسين ده احنا نعتبر بان كاع الفرق كيف كيف، ونقول يعني با على كل احنا كنا مدى بينا اول لقاء نكون نستقبلوه هنا في العاصمه، ولكن الحظ تاعنا كان اننا نتنقل القسنطينه. ان شاء الله العام هذا يكون عام خير وعام فال، يعني ان احنا على كل حال نحضروا احنا وتلعب في قسنطينه ولا تلعب في العاصمه كره القدم تلعب على الميدان ان شاء الله، يعني تكون يعني برك المقابله يعني رياضيه ويكون فيها روح رياضيه وكل حاجه. بارك الله فيك، على بالي خرجناك يعني بالاجتماع تاعك صح الرئيس، بارك الله فيك. اذا محمد كما يعني كما تابعت رئيس او الناطق الرسمي لفريق نصر حسين داي قال انه الرزنامه ما تهمش، يعني اللي هم هو اجراء المباريات يعني والموسم 30 جوله. اذا عوده اليك محمد. نعم. في كريم لحلو قال الرزنامه ما تهمش لكن الفريق عوده هي اللي تهم، والجزائريين يقولوا المعدل ما يهمش والبكالوريا هي اللي تهم، فتبقى البكالوريا هي يعني اللي يصرع الحدث لنهار اليوم. وايضا عبر موقع التواصل الاجتماعي نعاود نقولوا الى ناجية دغموم ورزمه الاخبار اللي جابتهم منا، توقفنا عند فيديو. اكيد عند فيديو نشوفوا القليل من هذا الفيديو. يلا. The French football team that just won the World Cup. الراحل نيلسون مانديلا. هذا التصريح أثار نوع من الإحياء لأنه العنصرية غير مفيدة، حيث أنه الرئيس باراك أوباما أكد على أنه الفريق الفرنسي استدل بفوز الفريق الفرنسي بالمونديال في أنه الأفكار والقيم والوصول إلى القمة لا علاقة له بأصولك إن كانت إفريقية أو أوروبية. حتى الجزائر البارح احتفلت بذكرى رحيل نيلسون من مونديلا عن طريق اصدار طابع بريدي، وكان فيه فيديو لشخص في المترو بباريس، هو شخص يعني اسود وقام يعني باعطاء خطبه جميله جدا. بما انك قلت خطبه، عطفا على ذلك، من كانت تعتقد بان كاس العالم سيكون فوزا للبلاد بكاس العالم وايضا سيحمل لها خاتم خطوبه داخله؟ نشاهد هذا الفيديو. بهذه الفتاة نلموا بعض نجمعوا بعض الفيديوهات اللي داولوها بزاف الفيسبوكيون بين الأمس وصبيحة اليوم، وبها نختموا فقرة نت نيوز لنهار اليوم. فرحوا بيا بديت نصلي بس لغنا والبروالي الرب البك يا دلالي جالك زامة جاني لغراك مرقت يما عطتني كوشك سكرف جيران نجيب الباك حبيت نفرح والديا نسيهم في ميزيريا بصح دروس كثروا عليا قائمة الناجحين في شهادة البكالوريا كل ما ينجحش يهبل أسامة حاضر كلاك كلب الجمعي حاضر تتكسل وتزيد تتكسل منال حاضر داخ بنت ياسمين أم الخير راني هنا باركو حيزية حاضر بارع زوج مسامر حليم راني هنا سخفوا عليه الدانيال حاضر جابوا الشهيلي فارس حاضر حاكم الزوج بلاي اسماعيل حاضر في الشك وفي الشك عباس حاضر ربع الطرق محمد الكبير حاضر مولاي مولاي كاتاستروف ناتشورال مولاي بخير واش كاين مولاي لقمان الباك والو مولاي عرفتها. إذا شكرا جزيلا ناجية على هذه الجولة المميزة في أخبار النات اللي كانت مع شهادة البكالوريا.
أما الآن مشاهدينا نقول لكم أنه في حال وإن شاء الله يعني زغاليتكم في كل البيوت ونجح التلميذ في شهادة البكالوريا راح يكون عنده مشكل آخر أو تحدي آخر أو صعوبة أخرى في اختيار التخصص اللي حابه. يلا احنا اليوم جبنا لكم ضيفين راح يعاونوكم ويرشدوكم في اختيار التخصصات بعد هذا الفصل. إذا مثل ما تحدثنا قبل الفاصل أرشدني هي خدمة لمساعدة توجيه الناجحين الجدد في البكالوريا حتكون خلال الأيام المقبلة. الحديث أكثر حولها نسعد باستضافة كل من ياسين قارة دينيس صاحب خدمة أرشدني لمساعدة وتوجيه الناجحين وأيضا مع إسماعيل أحمد شفيق أيضا من ستافتا أرشدني. صباح الخير ومرحبا بكم. صباح الخير. جبت الباك جبت الباك انت ولا جبنا الباك ديال طروازو يلا ما شاء الله وشفيق جبت الباك جبت جبت الباك شفيق معاه كيف كيف في نفس في نفس السنه ما شاء الله شحال المعدل 13.76 وهو 15.53 ما شاء الله بطلك للاسف معليش يلا انتم بعد ما جبتوا شهاده البكالوريا حتما لقيتوا صعوبات في اختيار تخصصات لهذا جاتكم الفكره انكم ديروا الكونسبت ارشدني باش تساعدوا طلبه على اختيار تخصصات في الجامعات. تحدثنا شوي على ارشدني. هذا بالضبط كان التعريف تاعي اللي راح نديره على ارشدني. ارشدني هي مبادره طلابيه. هذا ارشدني من جات الفكره لانه احنا كنا في هذيك الوضعيه جبنا البكالوريا ما عرفناش واش نديروا كان شفنا بلي كاين نقص في التوجيه نعرفوا لي سبيسياليتي نعرفوا الاسماء تاعهم فقط ما نعرفوش شنو هما نعرفوش واش حيخرجونا من بعد اسكو صح نقدروا نروحوا فيهم. من هذه جات فكره ارشدني هي انه يوم تحسيسي الجميع المتحصلين على شهاده البكالوريا نجيبوا لهم اشخاص من عديد التخصصات نديروا لهم ورشات يعرفوهم بكل تخصصات ويتقربوا اكثر من التخصصات باش يديروا شوا تاعهم عن قناعه. احمد شفيق وين راح يكون هذا ال يكون ان شاء الله في دار الثقافه لبلديه القليعة ولايه تيبازا يوم 24 جويلية على الساعه 9 صباحا. يبداو مع الاول يكون كاين دي تولك دكاتره راح يكونوا حضور تاعهم يديروا الفرق ما بين المعاهد والجامعات وغير ذلك. من بعد موراها نديروا ورشات يكون فيها حاضرين تلاميذ من مختلف الاختصاصات الجامعيه باش يفهموا ويوجهوا الطالب ويعطيوا له كل التسهيلات الممكنه. جميل. نعرف احنا بالك حتى احنا صارتنا لما كنا يعني جبنا البكالوريا لما يعطوك الدليل تاع الجامعات احيانا يعني يشوفوا اسماء تاع جامعات لربما تخصصات ما كناش نعتقد يعني اصلا انها موجوده في هذا الواقع لكن ربما هي تخصصات مفيده وتقدر ربما تضمن حياه عمليه ومهنيه للطالب الجامعي بعد. بالطبع هذا من الامور اللي احنا نسيو ان نسطروها في هذا المبادره هي ان نعرفوا اكثر الطالب لانه الطالب كما قلت لك يعرف غير الاسم تاع التخصص. اذا نجيبوا له طالب كما هو يكون جاز على مرحله البكالوريا ويكون قرا التخصص يعني انه ديكوفر واش فيه تخصص ويكون قريب له اكثر اذا يسقسيه ويفهموا كل الجوانب تاع هذيك التخصص. جميل. احمد ايضا كاين بالك احيانا الواحد لما يجيب البكالوريا بمعدل 11 او ربما 12 يعني صراحه تتلف له وش يدير يقول لك يعني ما كاش واش نعمل بها. كيف يعني ربما تقريب تخصصات اللي غير معروفه لهؤلاء الطلبه؟ يعني شوفوا حنايا باللي عندنا تخصصات اللي معروفه هي ميدسين ولا انجينيور ولا تخصصات صغيره ما عندهاش اهميه كبيره. يعني حنايا نحوسوا نقربوا للتلميذ ونشوفوا الميولات تاعو يعني وكان يكون عنده ميولات الاختصاص من الاختصاصات حتى وان كان المعدل تاعو غير مقبول نسيو نوجهوه نوريو له التخصص اللي يقدر يناسبه. جميل. ايضا فيها ما يتعلق بال انه التلميذ ما يعرفش يعني السيستم تاع هذاك التخصص يعني كيفاش راح يكون فيه الامتحانات لي موديل كيفاش اللي يقراهم في الاس نفسهم اللي يقراهم في الاس 2 ولا يعني الرتراباج كيفاش يكون فيه لانه اليوم طريقه التدريب يعني كيفاش نقول يعني التنقيط والامتحانات تختلف من تخصص لآخر. هل هذا حيكون بالطبع يكون هذا من ضمن برنامج المبادرة تاعنا هي وراح يكون عن طريق محاضرات أولا طريق محاضرات
لطلبه جامعيين ودكاتره ومتخصصين ثانيك في التحفيز يعني الموتيفاسيون، وبعد ذلك كما قلت لك في الورشات يكون شرح مفصل لكل تخصص بحيث ان الطالب يلم بكل جوانب هذا التخصص اللي راح يخيره. جميل. احمد شفيق فيها ربما اسماعيل احمد شفيق هكا باش العائله تاعك ما يزعفوش يقول لك احنا سميناه اسماعيل احمد شفيق وانت جاي يعني تقسم له في الاسم تاعو، فيها ربما تلاميذ اللي حيتحصلوا على الباكالوريا ولكن بمعدل 10 ولا 11 ويعني يبقى حير يقول لك هل نسجل في الجامعه ونروح ندير كونديدا ليبر ولا يعني ما نسجلش مباشره بالجامعه ونعاود يعني نروح نقرا احرار ولا نسجل ونبلوكي ولا نقراهم في تنين، هذه ربما النقطه احيانا ايضا تكون صعبه. يعني حنايا كما قال الاخ عندنا قبل لي تولك لي تولك كاين نجيبوا اشخاص مختصين يقول لك كيف تختار تخصصك، هذه اول شيء. من بعد موراها في الورشات او راح يكونوا دي ديبليون يفهموا كل اختصاص واش فيه. دونك واحد اللي جاب 10 راهو ايزيتي ما بين يدير هذا الاختصاص ولا ما يديرش، نقدروا نوجهوه يعني نوعا ما نعطي له التوجيه تاعو بصح لازم علاش نتدخل في هذه النقطه فقط حبيت نوضح حتى فهمت السؤال تاعك، حبيت تقولوا ليه بلوكي ولا يسجل ولا. حنا من وجهه نظري الشخصيه نبني باللي لازم يسجل لانه علاش ماهوش راح يخسر والو، اولا راح يقرا سبيسي راح يقرا تخصص هذاك، بالاضافه الى ذلك راح يكتسب خبره في الجامعه يعني ما ينخلعش يعني يعرف سيستم تاع التنقيط يعرف بزاف حاجات راح يدخل في الحياه الجامعيه باش اون فوا جيب باك لا دوزيام فوا حيكون عنده واحد لافونس على اصحابو اللي جابوا الباك هذاك العام. جميل. يلا وشنو هو الجديد التسجيلات الجامعيه هذه المره في 2018؟ جديد تاع التسجيلات الجامعيه هذا العام ان شاء الله هو كما كل عام راح يكون عبر الموقع الوزاره، يكون كما كل عام. وثانيك اللي حاجه جديده في كل عام هي المعدلات التي تختلف على حسب الطالب وعلى حسب المعدلات المتحصل عليها، يعني في هذه احنا كل عام رانا اجور رانا اكتواليزيو في المطويات تاعنا باش يكون طالب مولين بهذيك المعلومات تاع هذيك السنه اللي راه فيها. حتى فيما يخص الاختيارات شفنا باللي هذا العامين توالا الاختيارات ولاو في 6 اختيارات بعد ما كان فيه 12 اختيار ولا 13 اختيار كانت تتلف له شويه الطالب، دوكا ولات 6 اختيارات يعني زادوا حصروهم وحتى الطالب ولا مكونسونطري خير علي خيار 6 يقدر. جميل. في الختام شنو هي النصائح اللي تقدموها للناس اللي ان شاء الله حيكونوا العشيه من الفائزين في البكالوريا؟ من النصائح اللي نقدر نقدمها هي انه يخير واش يحب، يعني ما هوش راح يدير على الناس يقول له خير ميدسين ولا، اذا كان يحب يدير ميدسين ولا حتى يدير لي لونغ ولا اي اختصاص ما يحشمش منه ولا يقول هذا يا عنده معدل قليل ولا، دونك يدير واش راه حب هو باش يقدر ينجح فيه ويمتاز فيه. انا الزميل تاعي راه لخص يعني النصائح، انا عندي نصيحه واحده اللي جاب الباك ويقدر يلتحق بينا يجي لهنا الارشيدني وانا نعطي له كل النصائح اللي عندي ان شاء الله. يلا روحوا لمدرسه التجاره. لا 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 يعني دار الثقافه لمدينه القليعه. لا انتم تخصصك الدراسه تاعكم؟ لا انا التخصص تاعي الكترونيك. ولا انت اسمعك؟ انا هيدروليك. ما شاء الله يعني تقريبا باب الزوار يعني. لا لا انا بليده في زوج بليده. يلا جميل، نتمنى لكم كل التوفيق. اذا ذكروا انه ارشدني حتكون يوم 24 جويلية يوم الثلاثاء بدار ثقافه بالقليعه باش تتعرفوا على العديد من التخصصات وطريقه ايضا التسجيل في الجامعات الجزائريه. نشكرك كثير.